مش انك تنهي وتؤمر وتقعد وتتأمر، القيادة انك تبقى مع الناس في نفس الوقت اللي هم محتاجينك فيه، مش بعد شوية ولا قبل شوية. القيادة انك تبقى راجل بيتحمل مسؤولية الخير والشر، وقت ما يكون في انتصار تقف وسط جنودك وسط شعبك وسط ناسك، وقت ما يكون في انكسار تقف وسط جنودك وسط شعبك وسط ناسك، تقوم بدورك تتحمل مسؤوليتك زي اي راجل. المشكلة ان احنا في زمن العساكر عندنا مشكلة في مسألة تحمل المسؤولية دي، كل واحد فيهم بيعلي السقف الاعلى حاجة ممكنة وغير ممكنة، وبعدين لما يبقى في انتصارات وهمية او حقيقية يطلع يمن على الشعب ويقول للشعب انتوا ما بتعرفوش ما بتفهموش انا وقيادتي ورؤيتي اللي عملت الانتصار ده. انتصار بقى في السياسة، في الاقتصاد، في الفن، في الكورة، في اي حاجة، او احيانا بيبقى في العسكرية برضو. انما لما بيكون في انكسار، لما بيكون في سياسات فاشلة بتأدي الهزيمة، الزعيم ما بيغلطش، الزعيم ما يعترفش بمسؤولية ولا ما يعترفش بهزيمة ولا يتحمل مسؤولية. حصلت مرة لما حصلت الهزيمة في 67 طلع عبد الناصر وعمل القصة اللي حضراتكم كلكم عارفينها بتاعة التنحي، وبرضو رجع لورا وقال يعني نزلوا الناس الشوارع، ما تمشيش يا جمال، محتاجينك يا جمال. ودي طبعا ما كانش فيها تحمل مسؤولية بالمعنى اللي انت فاهمه، لان البلد بطنها بره، عيالها مهزومين ومقصورين ومقتولين وجيشها متدمر، فتيجي انت كزعيم تقول لهم انا بتحمل مسؤولية وبستقيل، كده انت بتلعب على عواطف الناس. المفروض تعمل ايه؟ تكمل لحد ما المعركة تنتهي، وبعدين تقول انا وكل اللي حواليا رايحين نتحاكم، انا وكل اللي تسببوا في الهزيمة دي تعالوا حاكمونا. مش تروح تحط عبد الحكيم عامر في وش المدفع وانت المسؤول عنه اصلا. فالمفروض كان يتحاكم الكل. العساكر عودونا في عهدهم على كده، يا اما تحمل جزئي للمسؤوليه، يا اما مفيش مسؤوليه، يا اما كبش فدا والسلام، يا اما كتير من الشماعات اللي بيتعلق عليها الحجج وخلاص. طبعا عبد الفتاح السيسي هو اسوأ نسخه، النسخه الرديئه من الحكم العسكري، وصاحب نظريات محدش جا بيها قبل منه، ومحدش هيجي بيها بعد منه، ومحدش هيعمل اللي هو عمله خالص. بنفس المنطق، منطق الفلسفة العميقة بتاع عبد الفتاح السيسي اللي محدش اخترعه قبله، اللي تقدر تختصره في الجملة الشهيرة لعبد الفتاح السيسي لما قال أنا لو ينفع أتباع هتباع. السيسي مكمل بنفس المنطق، وجايب لنا من الغويط مش من قعر الزبالة زي ما قال مرسي انه لسه هيجيب لنا، لا ده جايب لنا من ابعد من قعر الزبالة. بعد ما كانت مشاكل مصر السبب فيها من وجهة نظر عبد الفتاح السيسي اخوان مرة، كورونا، حرب اوكرانيا، حرب غزة، اللاجئين من الشمال من اليمين، دلوقتي المكسيكي بيتنصل من كل ده وبينقل مشاكله وفشله لحتة تانية، بيقول لك مش كل دول او كل دول خلاص شماعات واتملت. الفشل دلوقتي قدام عبد الفتاح السيسي بقى السبب فيه هو العالم، بيطالب من العالم انه يموله ويدعمه، لازم تدوني لازم تدعموني. ده بيجود كمان وبيلوم على العالم والدول الكبرى والدول المتقدمه. اللقاء الاخير اللي كان في معرض مصر الدولي بتاع امبارح ده، قال السيسي نصا اللي هتسمعه معايا في الفيديو ده. يا ترى كان هل النهارده مؤسسه التمويل وهي شايفانا واحنا بنعمل ده كله كان عندها استعداد ان هي تدينا تمويل منخفض التكلفه عشان تراعي الخطه او التعهدات اللي احنا عملناها ننفذها بالفعل؟ ده سؤال انا بطرحه وبسيبه كده، والكلام ده ينطبق على مصر وينطبق على افريقيا. طبعا يعني الراجل اللي انتوا سامعينه ده بيتكلم في حضور او في المعرض المصري اللي احنا عاملينه ده، بيحضروا وفود اجنبيه من دول العالم المختلفه، دول جايه تشارك عندنا، وفود بقى من اوروبا، من اسيا، من امريكا، امريكا الجنوبيه، افريقيا، زي ما يكون. وطبعا السيسي لقى فرصه فما ضيعش الفرصه، وكالعاده بيستغل الظروف وبيمد ايده طلبا للشحاته. بالظبط نفس السيناريو اللي بيعمله كل مره يبقى عندنا تجمع في مصر. قبل كده عملوا في مؤتمر المناخ الدولي رقم 27 اللي هو كوب 27 ده
اللي كان بتاع التغيرات المناخية اللي كان في شرم الشيخ، قاعد يكلم الناس وفي الآخر لازم تدونا فلوس عشان نظبط الحال. انتوا فاهمين يا جماعة ان كله في صحة المناخ. عبد الفتاح السيسي ما عندوش اي مشكلة انه يقضيها شحاته، والحجة ان احنا يعني بلد ضعيف اقتصاديا وعندنا شعب كتير 110 مليون. عادي عنده يهين الشعب ده، شعب طول عمره عظيم. السيسي عادي جدا يجي يهينك ويطلع يشحت باسمك، مع ان الشحاته دي مش علشانك، الشحاته دي علشان يسدد اقساط القروض اللي هو خدها علشان يعمل مجده الشخصي، المجد الشخصي اللي هو متخيله بقى في المباني وفي المدن اللي هي بلا اي جدوى، لانها مش معموله بدراسه جدوى، معموله بحكمه الزعيم من غير لا دراسه ولا اي حاجه. ولما بعض الدول تستجيب للشحاته دي وتديله وتصدقه ان هو علشان خاطر الشعب، لما تديله بقى تمويل او منح لا ترد زي ما عمل الاتحاد الاوروبي مؤخرا، يطلع السيسي واعلامه ينسبوا النجاح ده لنفسهم. اه والله، هو صاحب الرؤيه وهو صاحب الانجاز. اكيد فاكرين فضيحه علاج فيروس سي في مصر اللي كانت من كام سنه دي، صدعوا دماغنا ان ده من انجازات الزعيم البيصي، الزعيم المكسيكي هو اللي عمل الانجاز ده، مع ان البنك الدولي طلع صرح بنفسه ان هو اللي مول المشروع كاملا من الالف للياء. وكل اللي عمله السيسي انه ركب على اكتاف مشروع البنك وطلع هو واعلامه يقولوا للمصريين شفتوا يا مصريين انا عملت لكم ايه، والاعلام بقى خد عندك 100 مليون صحه، شكرا يا سيسي، القرع اللي انتوا واخدين عليه ده. الحقيقه ان السيسي كل اللي عمله انه خد فلوس من البنك الدولي ونفذ التوصيات علشان يعالج الفيروس والامراض اللي موجوده في البلد، مش اكتر من كده. نشوف مع بعض حتى في خبر عن القصه دي، اهو زي ما انت شايف كده معايا، البنك الدولي قدمنا لمصر 419 مليون دولار لمواجهه فيروس سي والامراض الغير ساريه. القرض ده او المنحه دي ال 429 مليون دولار دول سبحان الله اتقلبوا بقدره قادر لانجاز للزعيم، وبقى 100 مليون صحه. يعني من الاخر اقرع ونزه. المهم انه لسه مكمل في مشوار الشحاته في 2024. رامي تقله وخيبته اليومين دول مش على دول الخليج بقى، على الاتحاد الاوروبي وامريكا. ليه؟ خليج قال خلاص بح، مفيش قروض ولا مساعدات، مفيش ببلاش يا عبده. السيسي نفسه قال لنا الحكايه دي ان هم خلاص مش هيدوا له فلوس تاني. طلع من فتره قال يعني، هو بيقول للشعب يعني، بيقول لنا احنا لازم نغير ثقافه الاعتماد على الغير في متطلباتنا. كان قصده الغير ده اللي هو دول الخليج اللي قالت له في وشه قلب نفسك بعيد عننا علشان مش كل ما تتزنق في قرشين تجي لنا. النهارده بقى بدل ما يمد ايده للخليج بيمد ايده للغرب، او بمعنى اصح السيسي بيمد ايده للي يدفع اكتر. الغريب ان السيسي اللي بيحب يمسك الحديده كان مختفي الايام اللي فاتت دي، ما كانش بيكلم الناس كتير زي ما بيحب. يعني الناس بقى بتقعد لما تشوف الازمه الاقتصاديه تفتكر كلامه عن ورق الشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه اللي كانوا ورق الشجر، واصبروا يا مصريين، وهي البلاد بتتبني بالتعب والمشقة يا جماعة، لازم تتعودوا على كده، وناكل وجبة واحدة لاجل خاطر الوطن ولاجل عيونك يا مصر حبيبة قلبي. كل الفلسفة الكبيرة بتاعت السيسي دي، بس هو الفترة اللي فاتت دي ما كانش موجود. السيسي مش موجود، حتى ما كانش موجود في افتتاح الكباري والطرق، كان غايب عنها. اكتشف بعد سنين ان الناس مش هتاكل كباري ولا هتاكل محاور ولا هيكفي جوعها الطرق السريعة. لو مش مصدقني ان السيسي كان غايب عن الحاجات دي، شوف الخبر ده علشان تعرف انه ما كانش بيتصدر زي الفترة اللي فاتت. رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتوسعه طريق كورنيش اسكندريه. رئيس الوزراء بقى خلاص ما بقاش السيسي، مصطفى مدبولي هو اللي بيتابع الطرق والكباري. جديدة من امتى؟ ده احنا كنا واخدين عن ان السيسي هو اللي بيتابع كل حاجه. السيسي ملك الحديده، متخصص، يعني ما بيضيعش وقت، ما بيخليش حد غيره يظهر في الكادر ولا اي حد غيره يتحط اسمه في جمله مفيده ولا ياخد اللقطه. طيب لعل خير
السيسي كان غايب فين يا جماعه الفتره اللي فاتت دي قبل ما يتكلم امبارح؟ تعالوا اقول لحضراتكم كان بيعمل ايه الاسبوع اللي فات ده كله، اسبوع سبعة ايام السيسي انجز فيهم، عمل ايه؟ شوف معايا. السيسي: افريقيا بحاجه لتمويل منخفض التكلفه لتمكينها من تنفيذ التعهدات المناخيه. ما شاء الله، كان بيقول ايه كمان السيسي؟ السيسي يشيد بالموقف البلجيكي الداعم للتهدئه والرافض لاستمرار التصعيد الجاري بغزه. لا، مهم الكلام ده. السيسي يقدم التعازي في وفاه والد الاميره رجوى الحسين زوجة ولي العهد الاردني. لا والله صاحب خير، لا صاحب واجب في الخير. ايه ده بقى؟ المفروض كده بالحاجات اللي عملها السيسي دي ان هو في منصب رئيس الجمهوريه في اسبوع. عمل انتخابات في شنك وزورها من اولها لاخرها وصرف قد كده على من جيوب الناس، وطلع اعلامه يقول ان المصريين اختاروا له ولايه جديده. علشان ايه في الاخر؟ علشان في انجازاته في وقت الدوله فيها مشاكل كبيره يطلع يشكر بلجيكا ويعزي ولي عهد الاردن. يا سيد عبد الفتاح، اذا ما حدش قال لك فاحب اقول لك، في مشكله سكر ومشكله توم، مشكله في البن، مشكله في العيش والرز والكهرباء والدولار واللحمه، في مشاكل عند المصريين في البصل والبطاطس والحياه كلها، في اسعار اكبر من طاقه المواطن المصري باربع اضعاف، في بلد منهاره اقتصاديا وانت عارف ان انت السبب في انهيارها، في ناس بتموت يا اما بالقتل بالخطف بالسرقه، في اسر بتتفكك بالطلاق من الفقر عشان الناس مش قادره تاكل عيش. فينك يا عم عبد الفتاح؟ في شباب مش عارف يتجوز، وناس عزيزه النفس مدد ايدها وشحتت بسببك. ايه؟ طب ما فيش كلمه للناس دي؟ اطلع قول لهم اصبروا وستروا العجب العجاب. ولا انت دلوقتي بقيت تسمع لكلام الاجهزه الامنيه اللي بتنصحك او حتى بتمنعك تتكلم علشان انت عارف وهم عارفين اكتر منك انك مستفز ومش عارف تدور البلد، ولا عندك حاجه تقولها للشعب وكل ما تطلع تكلم الناس بتغضب اكتر. السيسي غايب عن الناس لانه مش عارف يواجههم بعد الوعود الورديه الكتيره قوي اللي اتقالت للمصريين. 2020 ستروا مش عارف ايه، انظروا وستروا، مفيش الكلام ده. المره دي المصريين هم اللي قرروا يواجهوا ويقولوا له ارحل يا فاشل. شوف معايا كده. يا ريس انا عرفت ان انت زودت الموظفين، الحاجه بتغلى تزود الموظفين، تزود بتوع الجيش، هي البلد كلها جيش وموظفين، مفيش ارزقيه، مفيش صناعيه، مفيش ناس انت قفلت لها اكل عيشها. ها؟ طب احنا مصيرنا ايه؟ اكل العيش اتقفل وعمال تزود في الموظفين، واحنا كل اللي نايبنا من حضرتك بطاقه العيش بس اللي بنجيب. يعني انا تعبت خلاص. الارزقيه اخبارهم ايه؟ الناس الصناعيه اللي مش لاقيه شغل اخبارهم ايه؟ العمال اللي قاعدين تحت الكباري ماسكين مسمار حديد وقاعدين حتى مش لاقيين شغل يشتغلوا اخبارهم ايه؟ ها؟ احنا اكل عيشنا اتقفل، اخبارنا ايه؟ وما حلتناش حاجه، زي ما قلت لك بطاقه التموين ها اللي قرضتها قعدت تحرد فيها لغايه ما بنجيب ازازتين زيت ونيجي وكيسين سكر نشم فيهم كده. طب اخبار الارزقيه؟ احنا زود الموظفين والسكر ابو 27 جنيه اللي حضرتك منزله عشان نروح نجيبه، ها؟ يقول لك تيجي الساعه 8، نقوم 8 الا ربع عشان نلحق، 8 ودقيقه نروح يقول لك ده خلص ودقيقه، ها؟ بيخبوه بيسرقوه السكر. صح يا مصر، فلوسنا كلها رايحه على الطرق الجديده والكباري، فكان لازم نعمل شبكه صرف ممتازه علشان الميه ما تغرقناش، فبالتالي خدنا الميه من الكوبري ننزلها على الصرف. لا احنا دوله متقدمه جدا، نرميها في الشارع تاني. هنا بقى المجاري عادي، الناس اللي تحت دي تغرق مش مشكله، المهم الكوبري ما يغرقش. شكرا يا مصر. الفاشل اللي مدار البلد فاكر انه لما يبعد عن مشاكل الناس ويصدر حد غيره هيهرب من المشاكل ووجع القلب اللي حاصل للخلق. الواقع ان الناس بتعاني، كان عبد الفتاح السيسي ولا غيره. الفاشل ما يعرفش دلوقتي ان اقل طفل، اصغر طفل في مصر بقى فاهم
والناس كلها بقت واعية وعارفة إن اللي على رأس البلد مجرد بلحة، والله بلحة، ولا ليه في الإدارة ولا ليه في الحكم. تعال شوف معايا حساب اسمه صاحب السعادة على منصة إكس، قال إيه في حسابه كده؟ بيقول لك إيه؟ أنت لازم تستقيل علشان خربتها يا مصلحي. بيقول له أنا اللي خربتها يا ريس؟ قال له لا أنا، بس أنت اللي هتستقيل يا مصلحي. ده حوار ما بين السيسي وعلي مصلحي وزير التموين. حتى يعني حوار تخيلي بس بيوضح إن الناس بقت فاهمة ووعية. ما تستغربش لما تلاقي إعلامه ماشي على خطاه. إعلام السيسي ماشي على خطاه، بيصدر كل المشاكل على الحكومة على أساس إن الحكومة هي السبب، هي السبب في كل المشاكل، مش السيسي. لا سمح الله، اوعى تقول السيسي. عشان كده مرة هتلاقي إعلامي، الإعلامي فلان الفلاني، يعني طالع يهاجم وزير التموين، وينزل بقى الفيديو، الإعلامي شاهد الإعلامي فلان الفلاني يهجو وزير التموين، شاهد قبل الحذف. واحد تاني يقول لك وزير المالية انت مش شايف شغلك ليه يا سيادة الوزير. مرة برلماني بقى يطلع يقول لك برلماني يصفع مصطفى مدبولي. ايوة يا عم، الكلام ده كله حلو وجميل، بس فين السيسي في كلامكم؟ ليه مش بتوجهوا كلامكم لعبد الفتاح السيسي؟ مش هو المفروض رئيس النظام؟ المفروض ان هو مسؤول عن الدولة؟ المفروض ان التوجيهات والتعليمات بتطلع منه هو، ولا التوجيهات والتعليمات ورسائل السامسونج جاية لحضراتكم بكده؟ انا عارف طبعا ان هي جاية لكم بكده، وسؤالي مش للصبيان، سؤالي للي مسرحهم. باشا، هو فين السيسي من تحمل المسؤولية؟ فين السيسي اللي بيقعد يمسك الحديدة ويقول احنا جبنا جون؟ هو مش الزعيم والقائد والبطل الاسطوري الخارق؟ فينه من تحمل المسؤولية؟ ليه عاملين السيسي زي البنت المكسوفة تتكشف على خطابها؟ طلعوها يا جماعة، ما تتكسفوش، طلعوه. المصريين بقوا عارفين اللي فيها، كلنا عارفين ان هو السبب في الخراب اللي حل على البلد في كل حاجة، طلعوه ما تتكسفوش يا جماعة. عموما تعالى يا عزيز المواطن شوف معايا بيلبسوها ازاي لأي حد غير السيسي. شوف معايا كم الأخبار اللي ما فيهاش كلمة واحدة تجرح أذن أو عين أو أحاسيس السيسي المرهفه. شوف معايا كده بيلبسوها للحكومة ورئيس الحكومة ازاي والسيسي ما بريء ملوش علاقة. بص، هات لنا يا سيدي أول خبر في الأساليب اللطيفة اللي بيلبسوا بيها. قال لك إبراهيم عيسى، إبراهيم عيسى بيقول لك إيه؟ اللحمة في قوسنا ب 400 جنيه وبالنسبة للمواطن المنوفي إعجاز علمي. طيب هنا مفيش سيسي. خبر اللي بعد كده، أحمد موسى، هناك تناقض بين ما تقول وزارة التموين عن توفر السلع في المعارض وبين ما يراه المواطن على أرض الواقع من نقص وفوضى. ده يبقى المشكلة عند وزارة التموين، مفيش سيسي. دور معايا على السيسي. نائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الحكومة وأجهزتها تتسم بالرخاوة، التجار والمنتجون المحتكرون السلع معلومون لأجهزة الدولة. ده كان في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب. طيب فين يا باشا السيسي؟ مفيش السيسي. هل حضرتك شفت أو سمعت اسم السيسي؟ حد جابه في جملة مفيدة؟ مفيش. طيب هو ليه مش موجود؟ لأن أي حاجة في البلد دي تتغير، إنما السيسي لا. أي حاجة تنتقد، السيسي لا. أي حد في البلد دي بيغلط، إنما السيسي لا. السيسي لا بيغلط ولا ينتقد، لا سمح الله يا راجل. تهاجم أي حد إلا السيسي، زي الديه كده، في مشكلة في البلد فالديه عايز ياخد برضو موقف يتحرك، فطلع الديه يهاجم مين؟ أهاجم مين يا رب النهاردة؟ أما هاجم محمد معيط وزير المالية زي ما هتشوف كده. الدنيا كلها، لكن المواطن وإحنا كمان، يعني إحنا المواطن ما عادش بيهتم غير بأسعار السلع بتاعته في السوق. يعني انت عايز تعمل فائض اولي، عايز تقلل، عايز تزود، عايز تقول الاداء، المؤشرات كويسه، المؤشرات وحشه، المعدلات، في الاخر المواطن ليه حاجتين دلوقتي، وانا بقول ده يعني من قلبي. المواطن دلوقتي بيصحى الصبح يسال حاجتين، سعر الدولار بكام النهارده؟ هتقول له مالكش علاقه، هو ليه علاقه، عارف الجرجير بتروح تشتريه، الست بتاعت الفجل والجرجير تقول لك يا ابني الدولار بكام دلوقتي، خلاص خلصنا. سعر الصرف المواطن بيسال ليه، وسعر السلع في الاكل والشرب. غير كده المواطن مش هيسمع حاجه دلوقتي.
اشتغل انت على مؤشراتك وظبط نفسك، لكن في الاخر اعرف مخرجاتك لازم تكون حاجه من اثنين. ايه دول؟ واحنا بنشرح للناس الحقيقه، بنشرح وبنقول وبنعمل وكل اللي انت عايز تقوله قوله. غريبه هتونا جنب الناس الحلوه دي. سؤال الديه اتمنى انه يرد، اتمنى يا نشأت انك ترد ده لو كنت راجل وانت فاهم يعني. سؤال الديه، تقدر يا نشأت يا ديه تقول الجمله اللي هقولها لك دي في برنامجك النهارده، توجهها لسياده الزعيم بتاعك، قول له يا سياده الزعيم الناس بقت مخنوقه ومش طايقه نفسها وبتستسمحك تشوف لها حل، بس كده. بس تعرف يا نشأت تطلع تقول الجملة دي لعبد الفتاح السيسي؟ جملة بسيطة هي ومؤدبة جدا، بس أنا عارف وأنت عارف واللي مشغلك عارف إنك ما تقدرش تقولها. ليه؟ لأنك لو قلتها أو انتقدت السيسي في أي جملة هتاخد على قفاك، من بكرة يلبسوك البيجامة وتقعد في البيت تسقسق بقسماط في شاي بلبن، وده يبقى تمامك. بس الواقع نشأة الديه بقى بيتكلم عن الوزير، نشأة الديه بيتكلم عن السيسي، الناس فاض بيها، الناس حتى فاض بيها من الإعلام بتاعكم، بتتريق عليكم، شايفينكم مسخ، انتوا واللي مشغلينكم بقيتوا مسخرة للمصريين. ياض منك ليه؟ لو مش مصدقني شوف الناس في الشارع بتقول عليكم ايه كده علني، تابع معايا. ان هو يقول الكلمة وطنية يعني يهدي الناس بيها، ما بيعرفش بسببكم. يعني ايه اجي اكلم واحد النهارده اقول له لا الدنيا كويسه والاسعار كده لطيفه، يقول لي يا عم لطيفه ايه ده كيلو لحمه ب 500 جنيه وهو اصلا ما بيشتريش لحمه. فطبعا سالته قال تعرفت منين؟ لان ده موضوع يتشك فيه لما يعني ممكن يكون سرق عمل مصيبه عمل حاجه. قلت له عرفت منين؟ انت جبت لحمه؟ قال لي لا والله، هو حلف. قال لي والله ما جبت. قال لي ده جوز بنت خالد مراتي يعني هو موظف يعني راح يشتري كيلو لحمه فلقى ب 500 جنيه فرجع وكتب بوست. لازم يا جماعه يتوقف الكلام ده، لازم يتمنع الكلام عن الاسعار اصلا. لا عشان يعني لما انت تمنع الكلام عن الاسعار الناس دي كده كده ما بتشتريش حاجه، مش هيعرف السعر. فانا عارف اكلمه اقول له ده الدنيا حلوه الدنيا لطيفه الدنيا جميله، اديله امل جرعه تفاؤل، هو كده كده مش هيشتري، ما هو ما يعرفش. طب اللي معاه لسه شويه مثلا وبيروح يشتري ده يتقال له السعر على جنب، يتعمل حظر ان ما حدش يتكلم في السعر. راح يا حبيبي تشتري، راح للبقال مثلا قلت له علبه لبن، فاخدك على جنب كده يقول لك 50 جنيه بصوت واطي، مش يقف بقى 50 جنيه وانت الله يخرب بيته ومش عارف ايه والدنيا تبوظ من هنا. لازم ده يبقى في قانون يجرم الكلام ده، محدش يتكلم عن الاسعار، لان الموضوع بقى صعب علينا احنا مش عارفين نكلم الناس. انا ليا صديق معرض كبير، معرض وطني كبير كبير يعني قامه في التعريض، مش عارف يتكلم، بيلجأ للتعريض الديني بقى اللي هو يعني يقول لك اسعار بتاعت ربنا واحنا ما لناش دعوه بالاسعار. طبعا الناس بتدخل تشتمه يعني وبياخد كلام قله ادب وسفاله من الناس. بصراحه نتكلم بقى لان خلاص بقى يعني الواحد جاب اخره بقى مع الحكومه بقى بجد، يعني بجد لا تلتفت يعني لمعاناه الناس ولا اي تحرك ولا اي رد فعل ايجابي. عارفين في غلاء وفي معاناة وربنا سهل والاقتصاد ان شاء الله سيتعافى، وتخرج بقى مش عارف مين عبد اللطيف تقول لك الاقتصاد مش عارف ايه العارفه بالله ديت يعني، والكلام يكتر ومسكنات ومهدئات، وكل يوم كل لحظه السعر بيزيد، السلع بتزيد بشكل غير عادي بشكل جنوني، بينما الحكومه تقف عاجزه مش في دماغها لان هم مرتاحين. كل الوزراء والمحافظين ما بقى الاسعار هنا في مصر يعني السمنه القزمه دي ب 233 تمام، بصوا الاكبر منها شويه 358، بصوا بقى في الكبيره دي يعني عامله يعني ايه 909 دي الوحش تمام. ممكن بقى ايه اوريكم زيت الزيتون، بصوا ايوه لا بصوا بقى في زيت زيتون عرض تاني اهو ب 1090 ب 1090 وصغيره المسخوطه بقى المقروده دي ب 185 بس دي بتاعت الغلابه. الناس بقى لا لايق عليها ولا داخل عليها كلام معيط ولا ديه ولا موسى ولا الكلام ده كله. ليه؟ لانهم كلهم بيقولوا نفس الكلام اللي جاي لهم من السامسونج، وكلامكم يا جماعه بقى صايص والناس مش بلعاك. الوحيد من الاعلاميين اللي حاطط على السيسي بس هو كمان برضو من تحت لتحت كده هو المواطن السعودي عمرو اديب. طب هو بيحط ليه على عبد الفتاح السيسي؟ لانه مش عايز يقول للنظام في مصر انه محسوب عليه، مش عايز يتحسب على نظام عبد الفتاح السيسي، عايز يكمل فين؟ يكمل في مرحله ما بعد دوله السيسي. ده يعني لو ربنا طول في عمر عموره طال عمره وبعدين يبقى وجه مستمر يتجدد دائما. فهمت الفكره؟ وبعدين يا سيدي عمرو عنده اللي يحميه، يعني عايزك مثلا كده تتخيل ان عمرو اديب اتقبض عليه، السعودية
اكيد هتطلعه وتدلعه وتعمل له تمثال حريه الصحافه كمان. الراجل بتاعها ولسان حالها بس باللهجه المصريه. تعال نشوف مع بعض كده عموره المحمي من السعوديه وهو بيتكلم مش على السيسي برضه. بيتكلم عن وزير التموين ومفيش مانع ان هو يرمي كلمتين على السيسي في النص. تابع معايا. الناس اللي بتهاجم السيد وزير التموين هو ماله؟ الناس اللي وقفت على وزير التموين وهو بيفتح اهل رمضان وهجموه هو ماله؟ الراجل مسألة بالنسبة له بسيطة، انت عايز السكر بعشرة جنيه تحت امرك بعشرة جنيه، او انت عايز الزيت يبقى متوفر الازازة باربعة جنيه ونص تفضل باربعة جنيه ونص. هو يعني هو محبم عليه؟ يعني انا شايف وصحفيين واعلام هجوم على وزير التموين. مال وزير التموين؟ بناء على كلام عمورة وزير التموين مش مسؤول تماما ولا لوحده. وبصراحة انا معاك يا عمرو، انا معاك في كلامك ده، بس انا عايزك تكمل يا عمرو. مين المسؤول؟ رئيس الوزراء مثلا؟ اكيد يا عمرو انا وانت عارفين انه لا، لان رئيس الوزراء سكرتير مش اكتر. يبقى مين المسؤول؟ يبقى المسؤول مفيش غيره، المكسيكي طبعا. عمرو هنا بيلقح على السيسي بيقول له انت المسؤول، بس ما بيقولهاش بشكل مباشر، بيقولها كده ما بين السطور، وفهم حضراتكم كفاية. طيب ممكن تسألني، هو السيسي هيسكت لعمرو كده دايما؟ أيوة السيسي هيسكت ومش هيعمل حاجة لعمرو أديب. ليه؟ علشان عمرو بيحميه محمد بن سلمان شخصيا. هترجع حضرتك تسألني تاني وتقولي هو بن سلمان يعني ليه نفوذ كبير قوي كده في مصر؟ هرد عليك وأقول لك يا راجل يا طيب، ده نفوذ تركي آل الشيخ مسؤول الترفيه وبلالين ومراجيح ملكه في السعوديه بقى اقوى من نفوذ وزير الداخليه في مصر. شفتش الحفله اللي عملها في يومين؟ بدل ما تركي يسافر ويقعد في السعوديه ويصفر الفنانين المصريين، فقال لك لا انتوا يعني بتقولوا ان احنا بناخدهم السعوديه، طب انا هاجي وهجيبهم في فين عندكم؟ الاوبرا اجمل حاجه، هجيبهم في الاوبرا كله هيجي بس بتليفون او بدعوه واحده، وهلم لك مصر دي كلها ويطلعوا كلهم يشكروا فيا ويرحبوا بيا. تحدي تركي آل الشيخ بيتحدى الكل وبيفوز في التحدي بتاعه. تركي آل الشيخ بيتعامل على ان هو يقدر يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه مع اي حد. ليه؟ عشان تركي قوي؟ لا، علشان تركي ماشي بقوة محمد بن سلمان. قوة محمد بن سلمان في مصر ايه؟ لسه محمد بن سلمان بيدفع، لسه محمد بن سلمان بيساعد، لسه السيسي محتاج. فطول ما هو محتاج ومدد ايده تبقى عينه مكسورة، ويفضل نفوذ واحد زي تركي آل الشيخ قوي في بلدنا. طيب ما علينا، نسيب تركي آل الشيخ والليالي السعودية المصرية على أرض مصرية اللي فيها استعراض قوة من تركي آل الشيخ في قلب مصر، ونرجع نتابع مع عمورة. عمورة بيزود العيار كل مدى أكتر. عمرو فعلا زود العيار وقام قايل الكلمتين اللي خلينا نقراهم بقى، مش كل شوية نشوف، نقراهم في الخبر اللي معانا ده. عمرو قال لك إيه؟ قال لك ما تقولوش السكر بيجيب سكر. عمرو أديب بيقول للحكومة ما تتعاملوش مع المصريين بالطريقة دي. أوبا، طريقة إيه عمرو؟ يا عمورة أنت كده بتضرب في حتة صعبة شوية. الأمنجية اللي على تويتر اللي مسرحهم ابن محمود ابن السيسي وأحمد شعبان من فترة، العيال دي موجودة يعني بقوة يعني، وحساباته وتمويله وبتاع. المهم من فترة كده، من حوالي سنتين، عشان تعرف عمرو بيرمي على مين. لا أنا عايز السيسي معايا في الكادر الله يخليك، عشان تعرف بجد عمرو بيرمي على مين. من فترة كده من حوالي سنتين كانوا العيال دي السيساوية دول اللي ماشيين مع على السوشيال ميديا كانوا بيجيبوا صينية مرسومة عليها صورة السيسي وحاطين عليها كوباية شاي، وكانوا بيكتبوا ايه بقى؟ كانوا بيقول لك كوباية شاي سكر بره. قال يعني ايه؟ قال يعني لا مؤاخذة هو هنا؟ قال يعني ده هو السكر. شوف معايا كده الصورة عشان تفتكر بس.
الله، دي كانت صينيه ومعموله وعموله وبتاع، يقول لك فيها ايه زي ما انت شايف كده، يحط لك السكر وصوره السيسي جنبه ويقول لك ايه هات لنا شاي سكر بره. فطلع عمرو اديب يقول لك ايه، الله يخليك ما تقولناش السكر بيجيب للناس السكر يا راجل يا سكر، الناس عايزه سكر ومن حقها. طيب المهم بعد ما شفنا الراجل السكر اللي قدامنا لا مؤاخذه في الصينيه وده تمامه وده فكره وده اخر ما يوصل له دماغه يعني، طيب اهو لا بقى في سكر بره ولا سكر جوه وكله راح ومش مش فاضل للمصريين غير السحنه دي، مفيش غير السيسي هو اللي فاضل. استفدنا ايه؟ ولا حاجه. هنا بقى عمرو اديب بيضرب في الفئه بتاعه السيسي. مين الفئه دي؟ فئه معيز السيسي اللي هم مقاطيع العساكر اللي عندهم السيسي ده هو محور حياتهم ومماتهم. ليه؟ لانه اللي بياكلهم عيش، مش حبا فيه ولا حاجه، لانه هو مصدر الدخل. لو بكره شغلهم تركي آل الشيخ هيبقى تركي آل الشيخ بيعمل كل حاجه حلوه في الدنيا وهو محور الحياه برضه. الكلام اللي فات ده يقدر يعمله عمرو. ليه يقدر يعمله عمرو؟ لانه سعودي. اما بقى لو حضرتك ما معكش جنسيه سعوديه ومش مقرب من المخابرات السعوديه وصانع القرار في السعوديه وبس فكرت تقول بم وذكرت اسم السيسي في جمله مفيده فيها انتقاد، فانت عارف مصيرك هيبقى ايه. ولو مش عارف تعال طب شوف الخبر ده كده علشان تعرف مصيرك ممكن يبقى ايه. ورينا يا سيدي اهو. انتقد السيسي على فيسبوك حبس طبيب مصري بعد القبض عليه واتهامه بنشر اخبار كاذبه. الدكتور هاني سليمان ودي صورته وتم القبض عليه السنه اللي فاتت عشان انتقد السيسي على الفيسبوك. يبقى طالما مش محمي وتركي آل الشيخ لا مؤاخذه مش في ظهرك انتقد اي حد، بس ما تنتقدش عبد الفتاح السيسي. عايز تنتقد انتقد الحكومه، قول فيهم زي ما انت عايز، قول اللي في بالك واللي في بال اللي جنبك، انما اسم السيسي يجي في جمله مفيده هيحصل لك زي ما حصل للدكتور هاني سليمان كده. ومش هو الواحد ده، الغير والعشرات الالاف من المعتقلين في مصر، ناس بس فكرت تقول كلمه حق. السؤال هنا بقى بذمتكم، دي تبقى بلد؟ دي هتتقدم اقتصاديا ولا سياسيا ولا تتقدم حتى في طبق اليوم ولا في اي حاجه؟ صحيح، بالمناسبه واحد من المواطنين ما قدرش يستحمل نفاق عمرو اديب فقام طلع صرخ بقى، قال له يا عم كفايه نصب بقى، مش انت يا عم الاقرع اللي كنت بتضحك علينا وبتطبل لعبد الفتاح السيسي، انت نسيت ولا ايه؟ جاي دلوقتي تقول تغسل ايدك منه؟ تعال اسمع معايا المواطن المصري، لان المواطنين المصريين ناس فاهمه وواعيه ويعني ابعد مما ممكن تتخيل فكرهم واصل. شوف معايا مواطن مصري وبيدي كلمتين كده لعموره. لا بصراحه ادهستني وبهرتني وعشرة على عشرة يا ستي يا استاذ عمرو اديب، يا استاذ عمرو اديب يا فضيل يا كبير. سالت امبارح شويه اسئله بصراحه في لب الموضوع اللي الناس كلها عايشينه، لما واحد زي ده يتكلم كده وبالاسلوب ده اول مره يتكلم كده، تعرف اللي فيه سواد جاي الايام اللي جايه. سال شويه اسئله واخر ما زهق قال لك انا خلاص غسلت ايدي منكم. لا يا استاذ عمرو، ده انت وكام واحد اعلامي محتاجين تتطهروا وتستحموا، مش تغسلوا ايديكم بس، من ايام اللي فاتت اللي كنتوا بتنيموا فيها الناس والغيابه وكنتوا بتداروا على حاجات ياما. انت قلت كده الحق، لما الظلم ينطق بالحق تعرف اللي فيه سواد جاي الايام اللي جايه. لما واحد بياخد له مليون جنيه ولا 2 مليون جنيه في الحلقه وبيتكلم على زيت وسكر وكلام من ده تفهم اللي فيه سواد داخل. ردوا على اسئلته، كل محافظ وكل مسؤول ينزل للتجار الحراميه اللي كانت حجتها الدولار، دلوقتي الدولار وقع، يبقى كان في بقى حاجات متخزنه وحاجات معموله، لازم كل محافظ وكل مسؤول ينزل ويشوف الناس دي، احنا خلاص بنموت، الحاجه مش لاقيينها الاكل، ايام زي دي كان بيبقى ايام رمضان، الخير بيبقى ياما، خلاص رمضان فاضل له اسبوعين ولا اقل، والناس متدمره ولا لاقيه ولا زيت ولا سكر ولا اي حاجه، نروحوا فين ونيجوا منين؟ ردوا بس على استاذ عمرو اللي غسل ايده منكم، احنا النمل فين السكر؟ بس كده. الناس واعية قوي. أنا بيعجبني بقى وعي الناس اللي شايفة الحقيقة وما بقاش بيتضحك عليها من أي حد. يا ريت يا جماعة حد يوصل الفيديو ده لعمرو بيه وقولوا له إن الشعب المصري فاق يا بيه، وإنك يا عمورة بقيت مفقوس والناس عارفة إنك كذاب وبتحور. ليه؟
لان مهما عملت انت جزء من المصيبه اللي احنا وصلنا لها دي. انت من الناس اللي عملت نظام السيسي والسيسي وركبتوه على اكتاف الشعب، ولا نسيت تطبيلك؟ لو انت نسيت تطبيلك احنا ما بننساش. عموما تعالوا نشوف تقرير ونرجع بعد التقرير نسمع، هنستقبل اتصالات حضراتكم ونسمع منكم بشكل مباشر ليه السيسي مصدر لنا اعلامه وبيحمل المسؤوليه لكل الناس، بس ما حدش يقدر يحمل المسؤوليه والخراب اللي حصل في البلد للسيسي. تقرير ونرجع نسمع من حضراتكم، كلمونا على الارقام اللي قدامكم على الشاشه، منتظرينكم بعد ما نشوف الفيديو اللي فيه التقرير ده. اذا لم تتوفر التمويل اللازم، التمويل اللازم للدول اللي هي منخفضه او اقتصادياتها متواضعه، ودي كلمه يعني مهذبه، يعني انا بتكلم عن الناس اللي اقتصادياتها صعبه، هتعمل ايه؟ ده كان كلام السيسي امبارح لدول العالم الاول. الراجل باختصار بيقول لهم لو ما دفعتوش فلوس ودعمتوا الدول صاحبه الاقتصاد المتواضع هنعمل ايه. الجنرال اللي راح يبني اكبر برج في افريقيا واكبر منشاه عسكريه مساحتها اضعاف مقر البنتاغون الامريكي بيعترف ان الدوله اقتصادها متواضع. طب لما هو متواضع انت ليه بتتوسع وبتتوحش في الاستدانه وبتبني عاصمه جديده ملهاش اي لازمه وصرفت فلوس البلد على مشروعات عديمه الجدوى؟ السيسي بالظبط بيتعامل بمبدا الهروب للأمام من أي مشكلة، أجلها عادي بس مش هنواجهها دلوقتي. بس للأسف الواقع أثبت فشل سياسته دي مع المشاكل الاقتصادية. الفترة اللي فاتت بدأت نبرة الانتقادات لموضوع الأزمة الاقتصادية تتصاعد داخليا وخارجيا. داخليا من بعض النواب المحسوبين على الحكومة، ولكن كان سقف انتقادهم للحكومة والوزراء وبيحملوهم نتيجة فشل سياسات السيسي اللي متفرد بصناعة القرار في مصر. خارجيا عمرو أديب السعودي صاحب الرأي وضده، اللي بدأ يتبنى الرأي الخليجي تجاه الأزمة في مصر، واللي بيتلخص في أن السيسي ضيع مبالغ كبيرة جدا وبقى عايش على الاعتماد على الرز الخليجي. طبعا ده قبل ما الخلايجة يقفلوا حنفية الرز وينشفوها عليه ويبدأ في بيع الأصول المملوكة للدولة. شعبيا الأزمة بتكبر زي كورة التلج، والأصوات اللي بتهاجم السيسي وبتطالبه بالرحيل بقت موجودة بشكل كبير في كل حتة في مصر، وده يظهر لك عن حجم الغضب اللي موجود عند المصريين من عبد الفتاح السيسي، وإنه يوم بعد يوم بيقترب من السقوط المدوي زي ما حصل في دول كتير في محيطنا الإقليمي. أهلا بحضرتكم. يا ترى ليه عبد الفتاح السيسي مصدر إعلامه وما بيتكلمش عن الأزمة الاقتصادية؟ أو بمعنى أصح مين المسؤول عن الأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها؟ الإعلام فنتكلم عنه، الوزراء نتكلم عنهم، ولا السيسي؟ وليه بيخافوا يتكلموا عن عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر؟ دي الأسئلة اللي هنطرحها على حضراتكم في الفقرة دي، ومنتظر أسمع منكم وأسمع آراء حضراتكم في فقرة صوت الناس، لأن صوت حضراتكم هو الأهم. معانا اتصال. أستاذ محمد من مصر معانا، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ محمد، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ احمد، كل سنه وانت طيب وتعود عليك الايام كلها بخير. وحضرتك بخير يا رب، حضرتك بخير وسلام. قول لي بقى يا استاذ محمد، مين المسؤول عن الازمه؟ الازمه الاقتصاديه تحديدا، الوزراء ورئيس الوزراء ولا السيسي؟ بص يا فندم، هي الازمه مش في ده ولا ده. الازمه في الشعب. ازاي الازمه في الشعب؟ عايز افهم من حضرتك ازاي الازمه في الشعب. اقول لحضرتك يا فندم، لو حضرتك ترجع كده الثقافه بتاعتنا في الافلام اللي بتتذاع في التلفزيونات، احنا بناخد منها ثقافه. في ناس بتتفرج على الفيلم اكنه فيلم مضحك وهزار وضحك، لكن لو حضرتك تبص للاساس بتاع الفن، الفن بيقدم واقع. يعني في فيلم زي فيلم خلاويص معايا، الحكومه لما بتحب تطلع نفسها من مخرج او تطلع نفسها من مشكله لازم انت تشوف حاجه تخلي الشعب ينشغل بيها معايا. فالفكره كلها حضرتك، ان اي حاجه بتحصل في البلد الناس دلوقتي بتقول لك انا ماليش دعوه، انا اهم حاجه اكل عيالي، اشوف اكل عيشي، اشوف هجيب اللقمه للعيال دي منين. لكن هي الفكره كلها حضرتك، انا اللي انا مستغربه الشعب نفسه اللي استحمل 10 سنين، استحمل ازاي وساكت ليه؟
يعني لو هنقول الخوف، طب الخوف من ايه؟ انت كده كده ميت، يعني انت كده كده ميت، انت خايف من ايه؟ اصلك ربنا كاتب لك يوم هتتولد فيه وهتروح فيه، انت خايف تطالب بحقك ازاي؟ ساكت عن اللي بيحصل ازاي؟ استاذ احمد، اللي بيحصل سيبك من الاكل والشرب، احنا بعيد عنك كمصريين تحس ان احنا مكسور عينينا، مش فكرة الاكل والشرب خالص، انت مكسور عينيك، انت مش قادر ترفع عينيك في اي مخلوق من اللي بيحصل في غزة. بص للناس اللي بتحصل في غزة، ان كان في اعلامي، اذا كان في اعلامي يقول على التلفزيون المفروض ما نهاجمش وزير التموين والقصة والرواية، هو نفسه ما عندوش الجراءة يقول المشكلة مين. بشكرك يا استاذ محمد، بس انا مش مع مساله ان احنا نحمل الشعب، لان الشعب في الاول وفي الاخر مجني عليه. يعني انا ضد ان احنا نتجنى كتير على الشعب المصري، وان كان كلام حضرتك في وجاهه وده رايك بيعبر عن قناعاتك طبعا. بشكر حضرتك جدا على اتصالك بينا، ومعانا ابو عمر من النمسا، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا ابو عمر، اهلا وسهلا حبيبي. انا عراقي وأريد متابع للاجواء المصريه، عاوز اعطي رايي. ممكن انت عراقي وعايز تقول رايك في اللي حاصل في مصر، انا فاهمك صح؟ بالضبط بالضبط. طيب عيني تفضل. اغاني الموضوع المصري ليس السيسي، السيسي مجرد دميه حاطي لك اياه عشان الناس تنهش به. الموضوع لا انت ولا اسامه جوش تقول الحقيقه، انه الجيش وليس السيسي. الجيش اللي ما لازم المصانع، الاكل، الشرب، المي، المكرونه، كل الجيش. احنا ليش نغطي على الجيش ونظهر واحد ضعيف مثل السيسي؟ السيسي اضعف من ما تتخيل. والله العظيم الف واحد يطلع بمصر، الف رجل يطلع بمصر، السيسي انتهى. لكن مين حيقتلهم؟ حيقتلهم الجيش. فالمشكله بالجيش اللي قطع حدود غزه، جيش. اللي قطع من نهر النيل، الجيش. اللي غلى الاسعار، اللي جاب لكم الفراخ الميته من البرازيل، هو الجيش. ليش ما تقولون الحقيقه؟ طيب انا هقول لحضرتك يا ابو عمر، بشكرك جدا. هقول لك انا، الجيش ولا السيسي؟ الجيش مؤسسه موجود فيها ناس كتير قوي، فيها الصالح والطالح، فيها الكويس والوحش، فيها اللي بيشتغل عشان البلد ووطني، وفيها اللي بيشتغل عشان مصلحه نفسه وعشان اكل عيشه. انما عبد الفتاح السيسي بيوجه طاقات الجيش بالناس الكويسه والناس الوحشه، بكل من فيه من الوطنيين وغير الوطنيين، وان كان في وطنيين اكيد بيوجه طاقات الناس دي لخدمه اغراضه. هو اللي بيرسم الايه؟ الاستراتيجيه، هو اللي بيرسم اللي الناس الباقي هيمشوا عليه، وللباقي بيمشوا عليه. والخطه اللي بيحطها عبد الفتاح السيسي هي الخطه اللي موصلانا للحل اللي احنا فيه، اقتصاد وسياسه وكل اللي حضرتك شايفه. إذا لما بستهدف عبد الفتاح السيسي لأنه هو المسؤول بشكل مباشر، معاه أعوان اللي موافقين على كلامه واللي موافقين على تصرفاته أكيد زيه ويتحملوا المسؤولية معاه. إنما هل كل الجيش؟ أنا ما أقدرش أقول كل الجيش، مش عشان خايف، علشان ده مش منطق. إن هقول مليون واحد كلهم على نفس دماغ عبد الفتاح السيسي، لا. أؤكد لحضرتك لا، وفي حالات كتير من رفض عبد الفتاح السيسي من قيادات، يعني على الأقل سامي عنان، وإن كان في ناس كتير أكتر من سامي عنان وعندها تاريخ أو عندها صفحة بيضة في حب البلد. يعني بشكرك جدا يا أبو عمر، تحياتي لحضرتك. معايا اتصال تاني، أستاذ أحمد من مصر، أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام يا أستاذ أحمد. إيه الفرق بين السيسي وحكومته يا ترى؟ أنا ليه طلب كده بس يا أستاذ أحمد؟ بعزين حضرتك طبعا. أنا بطلب من الحكومة المجرمة والعصابة المجرمة اللي بتحكم مصر رفع الحد الأدنى للأجور 30,000 جنيه. وهقول لك ليه. أنا باخد معاشي يا أستاذ أحمد 4,500 جنيه، بصرف منهم 3,500 جنيه أدوية، وممكن أبعت لك دلوقتي الدواء انترست ده لوحده بكام؟ ب1400 جنيه. دواء واحد بس باخد منه علبتين في الشهر، العلبتين لوحدهم ب 3,800 جنيه. بس أنا عايز مش عايز أصدمك يا أستاذ أحمد، يعني مهما حضرتك قلت هما مش يعني هو لما رفع ل 6,000 جنيه قال لك يعني ده
إحساس من القائد بالشعب ومش عارف إيه والمجتمع والكلام اللطيف اللي قالوه ده. فخلينا موضوعيين يعني. طب يا أستاذ أحمد، طب يا أستاذ أحمد بعد إذن حضرتك، الست ده فهو يقول لي بيعمل دوم إيه؟ ماشي، أنا بطلب من سعادتك أنت توجه رسالة لي من دلوقتي لكل المجرمين الخونة اللي بيحكموا مصر، يقول لي الست آلاف جنيه بيعملوا إيه؟ الست آلاف جنيه ما يكفوش يا أستاذ أحمد دلوقتي ست أيام. يا أستاذ أحمد أنت عشان تنزل السوق دلوقتي وتجيب حاجات، هو أنا المفروض ما أتكلمش على الأكل ولا الشرب عشان إحنا بنطلب بالحرية وبنطلب بيبقى عندنا كرامة. معلش بس إحنا الظروف اللي إحنا فيها دلوقتي دي هم خلونا نلف حوالين نفسينا عشان الأكل والشرب بس. أقل بدي الوقت عشان يتغدى 500 جنيه يا أستاذ أحمد، عشان تجيب فطار مش أقل من 100 جنيه، عشاء مش أقل من 100 جنيه. طب هنجيب منين؟ لما كل واحد مرتبه ماشي 6000 جنيه. أيوه يا أستاذ أحمد أقل حاجة والله. أقسم لك بالله العظيم أنا مش أنا مش بكذب حضرتك يا فندم، بس أنا بتكلم على واقعية النظام ده مش على واقعية الاحتياج، الاحتياج أكيد حضراتكم. أستاذ أحمد أنا لسه جايب دلوقتي كيلو بانيه وجايب حاجات تافهة ب 400 جنيه. كيلو بانيه وحاجات تافهة جنبها ب 400 جنيه. ربنا يعين الناس. بشكر حضرتك يا استاذ احمد. انا مش بتكلم على موضوعيه احتياجات الناس، احتياجات الناس محتاجه اكتر من 30000. انا بتكلم على موضوعيه الناس اللي احنا شايفينهم بيحكموا البلد بيفكروا ازاي. ام وليد من مصر معانا، اهلا بيكي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك يا استاذ احمد؟ مين المسؤول بقى عن الوضع اللي احنا فيه ده، الوزراء والحكومه ولا عبد الفتاح السيسي شخصيا؟ انا مش عاوز اجيب اسمه اصلا على لساني بصراحه. معلش بس يعني هو واقع. يعني هو واقع حتى لو نكرناه. هو لا ده هو بص، مش هروب بقى من المشاكل الاقتصاديه وبس، ده بيهرب من كل المشاكل. فاكر حضرتك لما الرئيس الفرنسي بيقول له عندكم مش عارف ايه حقوق الانسان؟ فبعدين هو بيقول له ايه، والله العظيم عامل بالظبط زي التلميذ الخايبين. فبيقول له ايه، انت بتسالني على حقوق الانسان، ما تشوف مش عارف احنا خايبانين في اخر، زي ما يكون بالظبط ايه انا بليت في العلوم، ما بتسالنيش ليه على الانجليزي، ما انا ما بفهمش، ما انا بليت في الانجليزي والرياضه والعربي. ما بتسالنيش ليه على بقيه المواد، ما انا زي الزفت، انت بتكلمني على حاجه واحده. يعني بالظبط كده والله، يعني انسان، يعني انا مش عارفه اقول ايه، انا مكسوفه ان ده، يعني مش عاوزه اقول رئيس. عارفه اللي اللي بيطلعوا بيشكوا بيقولوا ايه، يا رئيس يا رئيس مش عارف ايه، يا رئيس بينتعش هو بالكلمه دي اصلا. هم مش واخدين بالهم لما بقول يا رئيس، هو بينتعش بقى. المهم يا استاذ احمد الله يبارك لك، اديني دقيقتين زياده كده على وقت. لا لا احنا كده رضا قوي، بشكرك يا ام وليد. في ناس كتير منتظره، كلمينا تاني بقى. بشكرك يا ام وليد، معانا ناس كتير والله. بشكر حضرتك على اتصالك بينا، واهلا وسهلا بيكي دايما. معايا اتصال، ام اسلام معانا، اهلا بيكي. السلام عليكم. اهلا بك يا استاذ. عليكم السلام يا ام اسلام، اهلا بيكي. اتفضلي يا فندم. بس يا استاذ احمد اتفضلي. حضرتك دلوقتي بتتكلم عن اللي احنا فيه والغلا وكل اللي احنا فيه ده. ايوه. والناس بتمر بيه وكل الازمات اللي احنا فيها دي. احنا يا استاذ احمد في يوم من الايام، حضرتك سامعني؟ ايوه يا فندم. ما حضرتك في يوم من الايام، احنا يا استاذ احمد احنا كنا ايام ساعه الانقلاب وكانت الناس كلها يعني احنا حسينا ان الدنيا بقت في وشنا، مش قادره اوصف اليوم ده. بس كان في ناس كتير، الاغلبيه استاذ احمد مؤيدين للنظام ده، واحنا كنا محروق دمنا، وكنا كل يوم كنا بنتمناها من الله اللي بيحصل ده يحصل، على الرغم ان الغلا جاي على الكل. اللهم لا شماته، اللهم لا شماته، الغلا جاي على الكل يا استاذ احمد. لكن احنا برضو الحمد لله احنا مرتاحين، وده ذنب الناس المعتقلين يا استاذ احمد، وذنب ان الله لا يصلح عمل المفسدين. جل الله جل الله. بشكرك يا ام اسلام، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. بشكرك جدا، يعني بتكرر الكلمه واحنا شايفين المعنى قدامنا في ارض الواقع. يعني معايا اتصال، استاذ علي من مصر، اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ احمد. ازيك يا استاذ علي، عامل ايه؟ الحمد لله. اخبار حضرتك ايه؟ تسلم يا رب، ربنا يخليك. قول لي بقى يا استاذ علي، هو في فرق بين الحكومه والسيسي ولا هما الاثنين زي بعض؟ والله العظيم انا اول مره اشترك في القناه. ده تتنور. وانا بتابع الله يكرمك يا استاذ احمد، والله 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 الراجل ده تعبنا كلي وجزئي. طب هو المفروض يعمل ايه؟ ما هو بيحاول اهو، بعض الناس تقول لك كده. بيحاول ايه؟ ده المنظمه كلها فاشله، قسما بالله المنظمه كلها فاشله. المنظومه تعبانه. طبعا.
طبعا تعبنا. انا عندي 5 اولاد، ربنا يبارك، الاربعه في التعليم، تعبان جدا، ربنا يخليهم لك. بتقبض كام على كده؟ جايب عربيه. جايب عربيه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، 2015 شال بطاقه التومين، قال لك طالما انت معاك عربيه ما ينفعش يكون في بطاقه. انت من الاغنياء كده؟ من الاغنياء طبعا، وشغال بيها اوبر يعني. الواحد بص مش هقول لك. طب بتوفي يا عم علي ولا الدنيا مش ماشيه؟ والله الدنيا خربانه يا استاذ احمد، مفيش خالص، بس يعني ماشيه يعني. بس ماشيه والله الحمد لله، والله الحمد لله، الحمد لله. ماشيه بقى، ربنا يسترك، ربنا يستر بيوتكم يا عم علي ويبارك لكم في رزقكم يا رب. اشكرك. لا الراجل ده، لا الراجل ده بس هو هيفضل كده يعني، يعني 10 سنين لو في خير كان عمله يعني. معايا اتصال من السيد، سيد من مصر اهو معانا. السلام عليكم يا استاذ احمد. عليكم السلام يا عم سيد، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا استاذ احمد. ايه بتستعد لرمضان؟ بتسال مين المسؤول عن، قول حضرتك بتسال مين المسؤول عن الحصل في البلد؟ السيسي ولا حكومكم؟ صح ولا احنا؟ لا احنا، لا احنا مغلوب على امرنا. قول لي بقى، تعبانين ماشي، هو هو في غيره؟ صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. ده جايب الظلم يعني، ظالم صح ولا غلط؟ ازاي عايز ربنا يصلح حاله؟ لازم نيجي في الخراب المستعجل اللي هو السبب فيه. احنا تعبانين يا استاذ احمد، تعبانين ومالناش الا ربنا. وانا امبارح قلتها لحضرتك، مالناش الا ربنا، وما زلت بقول لحضرتك مالناش الا ربنا، ونعم بالله. ربنا بقى يكشف عننا الغمه دي وريحنا منه ومن حكومته يا رب. لكن الحكومه، ما هي الحكومه؟ هي السيسي. ما كل واحد وزير كذا معاه موازي واحد من الجيش، وزير كذا معاه واحد موازي من الجيش. ومن امتى العسكر نفعه ولا ابو بلد؟ تمام، صح ولا غلط الكلام؟ بشكرك جد، شكرا لك. يبقى احنا كده يا جماعه قدام حاله فيها عبد الفتاح السيسي من الجيش وجايب وزراء بيمشيهم سكرتارية، فيبقى هو اللي بيدير وهو اللي بيرسم. فانت عايز ليه تحمل الوزير؟ نسال بقى حاتم من مصر، هو ليه الاعلام بيتكلم عن الوزير وفشل الوزير وتقصير الوزير وما يقدرش يتكلم عن السيسي وفشل السيسي وتقصير السيسي؟ اتفضل يا حاج حاتم. الو، اهلا بيك. أنا بحضرتك، هو بس أنا حابب أقول لك حاجة، معلش مع احترامي لو تديني بس شوية وقت زي الأساتذة اللي بيفهموا اللي اتكلموا قبل كده. الناس كلها بتفهم، يفهم، اتفضل. طبعًا، طبعًا، واضح من أسلوبهم إن مستوى الكلام. مصر لا لا لا، استنى بعد إذنك، بعد إذنك يا حاتم، بعد إذنك هتقاطعني؟ بعد، لا لا هقطعك، لا 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 لا، مش مسموح إن حضرتك يعني تدخل تتكلم بفوقية على الناس. الناس بتتكلم، طالما بتتكلم بأدب واحترام كل واحد من حقه يقول رأيه. هنا ده مجال ومكان لصوت الناس. عاجب حضرتك على عيني وراسي، مش عاجب حضرتك برضو على عيني وراسي، انما ما تتطاولش على حد بعد اذنك. عشان اقفل السكه، صح؟ انا ما قفلتش السكه، خلينا نتكلم. طيب انا ما قفلتش السكه، انا بس بقول لك تحترم الناس اللي اتكلمت قبل حضرتك زي ما انت بتتكلم. ممكن يا فندم قبل ما يقطع السكه، خلينا نكمل بس، خلينا نكمل. لا مش هتكمل، مش هتكمل غير لما حضرتك تحترم الناس، كل الناس اللي بتتكلم. انت مش احسن من حد يا فندم. البلد متبهدله من حسني مبارك ومن ايام مرسي ومن الهباب الاسود الاخوان. عايز تتكلم دلوقتي؟ برافو عليك. مصر الله، كمل يا اسحات. وايه كمان؟ سيبوه يا جماعه، نار الدنيا كلها نار. انت مش عايز تسمع الكلام ده؟ مش عايز اسمع ايه؟ انت مش عايز تسمع الكلام ده؟ مش عايز اسمع. حضرتك ليه شايف الحقيقة؟ حضرتك ليه متخيل ان انت مستهدف وان انت هتقول اللي ما حدش قاله؟ اتفضل قول اللي عندك، بس تحترم الناس. اتكلم. طيب طب سيبنا اتكلم، تحترم الناس وتتكلم وكل حاجه، تحترم الناس. على عيني وعلى راسي، على عيني وعلى راسي. أيوة، فوق راسي من فوق. أتفضل. فوق راسي من فوق. أتفضل. فوق راسي من فوق. انت عايز تقول لي مطرح ما انت عايش دلوقتي الدنيا ما غليتش بعد حرب اوكرانيا؟ بعد الكورونا انت عايز تقول لي ان مصر في بلد زي السودان حواليها حدودها كلها بايظه، عايز تقول لي ان ده وضع عادي؟ احنا ليه ليه بنغسل ايدينا وبننظف ايدينا وظروفنا؟ احنا عارفين ان ظروفنا صعبه، لكن ليه بننفض ايدينا بنقعد ننصر على الناس؟ تمام. في مصر مش هيجي انضف من الرئيس السيسي لحد دلوقتي، في ناس اشراف كتير، في مليون واحد. لكن احنا عارفين ان هو مش حرامي، وانتم مش قادرين تمسكوا عليه ان هو حرامي. مش قادرين ايه؟ استنى 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 استنى، مين اللي مش قادرين يمسكوا عليه؟ انت عايز تقول لي ان واحد بيقول لك انا ما باخدش مرتب من الدوله
والساعات اللي بيلبسها والهدوم اللي بيلبسها. اسمعني بس اسمعني الله يخليك. لا 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 ما هو الكلام مش كده على عواهله يا عم اسمه ايه عم حاتم. لا 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 راجل حرامي يا راجل حرامي وبياخد عمولات وبياخد كوميشنات علشان مودي البلد في داهيه. انت مين قال لك انا سايبك تتكلم تقول لي اشرف واحد؟ مين اشرف واحد ده؟ اشرف واحد مين يا راجل صلى على النبي؟ اشرف مين يا راجل صلى على النبي؟ واكتر حاجه تجننهم اشرف اشرف واحد مين يا راجل صلى على النبي؟ بس مش كده خلي الكلام بالعقل. ده الحقيقه على فكره ده الحقيقه. ده الحقيقه عندك. الواقع ما بيقولش كده. الواقع ما بيقولش كده. الواقع ان الجرايد في الدنيا كلها بتقول لك احنا مصر اعز من انها تقع بس مش هننفع نساعدها وعلى راسها عبد الفتاح السيسي وما دام انتصار والناس ما تخش نتكلم كلام عيب والشوبينج اللي بيحصل في سويسرا والفواتير اللي قد كده والذهب والصيغه وبتاع وتقول لي شريف وما بيمدش ايده. لا ما عيب يا راجل مش كده. عيب مش كده حضرتك بتصدعني. خلينا نكمل كلام بس انا قاطعك عشان انت بتمرر كلام مش صح معلومات غلط. حضرتك عشنا ايام حسني مبارك وعارفين الفساد اللي دخل 30 سنه فساد. ما كانش زي كده 30 سنه فساد. الفساد بتاع مبارك اضربه في 100 يطلع لك السيسي في كل مفاصل الدوله. 30 سنه فساد. ما هم العساكر يا بيه. انك تقول بكلام زي كده ازاي؟ ما دي العساكر يا عمنا. ما ده حكم العساكر الفساد ده جاي وانا جايبه. حسني مبارك هو الناس دي كلها كانوا كلهم عساكر. ايوه ما حسني مبارك. امال حسني مبارك كان ايه؟ ما كان طيار. مليون بني ادم عايزه تبقى ازاي؟ ما هو كان طيار عسكري. ما عايزها تبقى ازاي؟ عايزها تبقى ازاي زي ايام ما كان الملك والحكومه المدنيه يا عمنا. الدكتور مش زي فلان مش زي المهندس. هو ايه مشكلتك مع العسكري؟ مش فاهم. انا مش مشكلتي مع انا مشكلتي مع الافق عن الفكره. انما العسكري ده ما اخويا والضابط ده ابن عمي ما عنديش مشكله. انا بتكلم ان كل واحد يعمل اللي بيعرف فيه. اللي بيعرف يدير يديره واللي بيعرف يمسك بندقيه يمسكها. مبارك كل مفاصل الدوله فسدت من ايام حسني مبارك يا سيدي. ما هو ده حكم العساكر واوروبا اللي مشيها قوانين. طيب تمام كده شكرا ليك. حسني مبارك بدا الفساد في عهده في التسعينات صحيح بس دي دوله العساكر اللي انا بتكلم عنها. انا مش بحتقر العسكري ولا الضابط ده اخويا وابن عمي. انا بتكلم عن اللي بيقعد في حته مش بتاعته اللي بيشتغل شغلانه مش بتاعته. عسكري وظابط وتمام يا فندم هناك في شغلك على الحدود بقى ولا هناك عشان تحمي النيل ولا تحمي حدنا ولا أرضنا ولا أمننا القومي ولا تيران وصنافير ولا إنما عسكري وتقولي أنا ما بسمعش حد وما باخدش بدراسات الجدوى وأنا مدورها. طب ما أنت مدورها غلط. ما أنت فاشل يا باشا. أستاذ محمد من مصر معانا أهلا بيك. طيب أبو مين؟ ابو عمار معانا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابو عمار. البلد فاسده من ايام مبارك. انتوا عايزين ايه يعني؟ كلام الاستاذ حاتم. والله يا باشا انا اولا بتمنى اخبارك طيب. وانا ليا وجهه نظر مختلفه شويه عن بعض الاراء اللي بسمعها بصراحه. نور. والله يا فندم انا وجهه نظري ان السيسي نجح بنسبه 100% في كل اللي بيعمله. لان كل اللي بيعمله ده ما تقنعنيش انه مش شايفه ولا مش عارفه ولا ما حدش قال له ولا 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 ولا. انا شايف ان كل الافعال دي من يوم ما مسك لغايه النهارده مقصوده 100%. مقصود بيها تقطيع البلد، مقصود بيها تجويع البلد، مقصود بيها حمايه الكيان الصهيوني اللي هو عبد عنده. فمهما نقعد ننتقد ومهما نقول ومهما ماشي قول انا متفق مع كل اللي حضرتك بتقول، لكن النيه اصلا موجوده بالفعل اللي احنا فيه ده. الواقع اللي احنا فيه ده بالبلدي كده مقصود يعني. بس فاحنا عمالين لا انا دي وجهه نظرك وانا احترمها. دي وجهه نظر حضرتك انا احترمها وشكرا ليك على انك اخترت اليوم كاملين وصوت الناس عشان تقول رايك فيه. واهلا وسهلا بيك دايما. انا مش باخد وجهه نظر اتبناها. لا انا بعرض اراء الناس كلها واراء الناس بالمناسبه بتعبر عن قناعاتهم مش قناعات لا مكملين ولا احمد سمير. دي قناعات حضراتكم اللي بنحترمها وبنعرضها زي ما هي. استاذ صابر من مصر معانا اهلا بيك. استاذ صابر يا ريت اسمعني من التليفون بعد اذنك. يا فندم اتفضل. يا فندم اهلا بحضرتك. استاذ احمد اهلا بيك يا فندم اتفضل. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يخليك يا رب. يا ترى مين السبب في الهم، السيسي ولا حكومته؟ بارك استاذ احمد. الله يخليك بخير والله تسلم. اتفضل. اسمعني من التليفون بعد اذنك. وطي صوت التلفزيون.
انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ احمد. ايه رايك طيب انا بعتذر للاستاذ صابر، بعتذر يا استاذ صابر، ويا جماعه اسمعوني من التليفون علشان يكون بيننا حوار، ومنتظر اتصالك مره تانية يا استاذ صابر وتسمعني من التليفون بقى. استاذ صالح معانا من مصر، اهلا بيك. اهلا استاذ احمد، ازي حالك يا باشا؟ عامل ايه؟ اهلا بحضرتك، تسلم يا رب. اتفضل يا فندم. انا معلش الله يسلمك، عايز بس اعلق على الشخص اللي اسمه حاتم ده، بس كلمه بس، يعني في خصوص حسني مبارك. انا بيتهيالي ان حسني مبارك والله قد ما هو انه فاسد وكده، بس حاسس ان كان بيصرف علينا، كان بيصرف علينا من جيبه، بيتهيالي كده يعني اللي انا شايفه. لا ما حدش بيصرف عليك من جيبه، هو كان فساده اقل من السيسي بس. انا عارف والله، بس ايه يعني في الوضع اللي احنا فيه، وبيقولوا حسني مبارك حسني مبارك، حسني مبارك كان فيه شويه فساد، بس مش كده. السيسي فاسد وخاين يعني، غير الفساد خاين يعني، حاطط ايده في ايد اسرائيل، مع يعني مغرق البلد. انتوا شايفين حال البلد ازاي؟ والله هي استاذ صالح. طيب استاذ صالح ما بقاش معانا، بشكرك. استاذ زيد من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذ زيد، اهلا بحضرتك. الله يخليك يا استاذ احمد، والله انا بس ليا وجهه نظر يعني، يا ريت تسمعوها بس ان شاء الله. على راسنا، اتفضل يا فندم. بالنسبه للسياسه مكملين على عيننا وراسنا وفوقنا، وهم ناس صابرين ومجاهدين وكل كده، لكن سياسه تخويف الشعب المعارض للسيسي لابد تخف شويه. فين التخويف؟ اخبار السجون بتخوف الناس. ثواني بس يا بيه، اخبار السجون يا استاذ زيد، بعد اذن حضرتك. مين خون مين؟ فين التخوين ده؟ ما في بتخويف، تخويف مش تخوين، بتخوفوا الشعب اللي هو بيعارض السيسي يا فندم. خوف الشعب اللي بيعارض السيسي فين يعني؟ حصل امتى؟ اخبار السجون واخبار الاعتقالات اللي بتتعرض على القناه بتخوف الناس من السيسي. فرحان السيسي فرحان، ما فيش ولا قناه عنده بتخوف الناس زي قناه اللي عندكم. المفروض اخبار السجون احنا مش عدو، بس استنى زيد هقول لحضرتك حاجه. يعني انا ما عنديش الاخبار دي، ما بعرضهاش، وما ما اعرفش حاجه بتقصد ايه، ولكن اغنيه شده وهدود. طيب انتهاكات بتحصل في البلد يعني. يعني يا سعاده الباشا، يعني اللي جوه السجون بيسمعوا الاغاني بتاعه السجون؟ ما بيسمعوهاش. اللي بيسمعها الناس المعارضه للدين اللي هم بيسمعوكم، يعني ان احنا معارضين بنسمع المكملين. يعني تخيل سيادتك يوم ثوره 11/11، يوم 10/11 اسمع في قناه مكملين 46 عربيه شرطه في السويس، 46 عربيه شرطه. طب ليه؟ طب هو المفروض اطلع اقول لحضرتك زي الشباب اللطيف اللي بيطلع على السوشيال ميديا، انزلوا يا مصريين، مصريين، واقضوا على جيش فوزا مصريين وكده وكده، حضرتك يبقى يعني عندي مصداقيه؟ يعني مثلا الجزائر انتصرت بثوره وضع فيها مليون شهيد. يا استاذ الفاضل، استاذ الفاضل، الظرف غير الظرف والزمن غير الزمن. انا مش هقول للناس وافتح صدري وهيج العالم عشان يجي لي شويه متابعين وشويه لايكات على الفيسبوك ولا يوتيوب، وابقى انا كده في السيف سايد واقول للناس انزلوا موتوا والدنيا تمام. لا، انا بقول للناس الحاصل، علشان دي مسؤوليه نشيلها كلنا. انما انا بخوف الناس، لا يا استاذ زيد، انا بعترض تماما، احنا ما بنخوفش الناس. لا، على راسي حضرتك ووجهه نظرك على راسي، بس انا بقول لحضرتك الواقع ان احنا بنحط الناس في الصوره، مش بنخوف حد. بشكرك جدا يا استاذ زيد، واهلا وسهلا بحضرتك. واحنا هنا مش تجار خوف ومش تجار غضب. اقول لحضرتك تاني، واقول لاي حد بيسمعني، عن نفسي انا لا تاجر خوف ولا تاجر غضب ولا بتاع ايوه وانزلوا والجيش. لا، الجيش فيه ناس كويسه زي ما فيه ناس وحشه. كل حته في البلد دي فيها خير وفيها شر زي كل العالم. انما ايوه ويلا مصري، الكلام ده مش هتلاقيه عندي، ما بعرفش، لان ده خداع. انا دوري اقول لك الحقيقه والوجهه النظر الاخرى، الروايه الاخرى الصادقه والحقيقيه، مش اللي فيها انحياز لحد. استاذ مصطفى من مصر معايا، اهلا بيك. الو مصطفى معايا؟ الو يا مصطفى. احمد انا احمد.
يا احمد. ايوه استاذ احمد. ازيك عامل ايه؟ ايوه معاك. لا يا عم انا اللي معاك. عندك كام سنه؟ 12. في سنه كام؟ ايوه. لا قول لي سنه. سنه كام يا عم؟ سنه 6 والله. بتاخد مصروف كام؟ ما باخدش اصلا. طب أيوة الغلا بوظ الناس. بتاخد طبعا غلا. ايه بقى قول لي ايه اللي غالي عليك انت كده وانت في سنه 6 ابتدائي لسه؟ كل حاجه غالي. زي ايه مثلا؟ قول لي حاجه كنت بتجيبها وسعرها زاد عليك دلوقتي. كل حاجه زاد، ما فيش حاجه ما زادتش. الراجل ده خلى الناس تشحت في الشارع. بس بيقولوا هو واخد باله من الاطفال والتعليم كويس والمدارس كويسه. اطفال تعليم ده مش تعليم ده اصلا. الله. دلوقتي المدرس لما بيجي يديك في المدرسه درس ما حاجه عامله هو ياخد فلوس بس. ويغششك ويغششك في الامتحانات. طب انت ايه اكتر حاجه مزعلاك يا احمد في البلد؟ ده فساد. ايه اكتر حاجه مزعلاك في البلد؟ غلا. الغلا. الغلا. ايوه حرام. حرام. حرام ما هو اصلا خلى الناس مات بقى البلد للسعوديه والامارات. والله حرام اللي بيحصل في الشعب ده. بقى كل حاجه. حرام والله. حرام. انا عايزك يا احمد بس تلتفت لمذاكرتك. احنا شعب. التفت لمذاكرتك يا ابو حميد وان شاء الله حبيبي تبقى احسن وان شاء الله البلد بايديكم هو على ما تكبروا شويه تبقى افضل من كده ان شاء الله يا حبيبي. هو ده بيهد في بيوتنا. بيهد في كل حاجه يا احمد ما جاتش على البيوت يعني البيوت والاخلاق والبلد والدنيا. بص بقول لك حاجه. قول لي حاجه. آخر هو حاجة. ده السيسي دلوقتي معاه مستثمرين. مستثمرين دخلت معانا في 4.5. انت في الكيلو 4.5؟ بيبيع. بيبيع في البلد. دلوقتي احنا عندنا هدف في 4.5. احنا عندنا هدف في 4.5. البلد كلها فيها هدف. البلد كلها فيها. اقول لمحمد ناصر. لا. البلد كلها بتتباع بس احنا عندنا داخلين طمعين في الحته بتاعتنا. انا بقول للناس كلها البورسعيد تمسك ما حدش يبيع. شكرا يا استاذ احمد. شكرا يا ابو حميد. شكرا يا حبيبي وربنا يجعل ايامكم خير ان شاء الله. وبالمناسبه احب اهدي المكالمه دي لعبد الفتاح السيسي وللي مشغل العيال اللي هو شغالين معاه يعني دي الاجيال اللي جايه دول ولادنا دول ولاد مصر اللي فاهمين وشايفين الامور واضحه وما اعتقدش هتعرفوا تضحكوا عليهم. سهام من ايطاليا. استاذ سهام اهلا بيكي. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا وسهلا بيكي يا فندم. بقالي مده وبحاول ادخلك وانت عارف ان انا مريضه. الف سلامه عليك تنوري في اي وقت اتفضلي. انا قديمه معاك. انا اول يوم في غزه كلمتك. ايوه يا فندم. عجبتني قوي مكالمه احمد وعجبني الضابط اللي كلمك امبارح يا استاذ احمد. ايوه احمد مش طفل ده فاهم. ايوه ودول البراعم اللي عايزينها بعد كده يبقى لها مستقبل. ولادنا اللي جايين ده مستقبل البلد. ده الجيل اللي احنا لازم نغذيه. السيسي الخطوه الجايه هيبيعنا بالراس. بالراس. ما هو بقى كل حاجه هيقول لك 10 مصريين وفك 10 دولار. بس هو ده اللي جاي. قول لي ايه ما تبعش؟ الولد بيقول لك بتوع بورسعيد بتوع الوراق بتوع المنيب. وهم من الكيلو هم من الكيلو 4.5. طيب يعني الناس سكتت. كان لازم من اول يوم تهجير الكل يقف. ناس عايشه 40 سنه و50 سنه. ده كان في قانون في مصر لو ليك حته وسايبها 15 سنه وضع يد.
دول قاعدين جوه الارض وجدودهم بتطلعهم باي حق. للاسف يعني جوعتهم بعد كده بتهجرهم، يعني دي خطه ايه؟ بصراحه هو ما بيفهمش في حاجه، بس هو واخد دكتوراه ورئيس قسم في التجويع والتهجير، دي اكتر حاجه هو نجح فيها بصراحه. يعني اشكرك يا استاذ سهام على اتصالك بينا وتنورينا دايما. للاسف البلد ماشيه كده، كل حاجه بتتباع وكل حاجه بيتفرط فيها. بشكرك جدا على اتصالك. معايا الاستاذ عمار من امريكا، اهلا بيك. طيب مش معانا استاذ محمد من بلجيكا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ احمد؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا رب. تسلم يا رب. انا بس يا استاذ احمد عايز بعد اذنك اديني بس مساحه استاذنك. اتفضل. حضرتك شفت اي بلد في العالم كله التعليم فيها زيرو، الصحه فيها زيرو، كل حاجه فيها زيرو، يعني في امل انها تنهض؟ ده شيء مستحيل. عمرك شفت بلد فيها واجهه مثل احمد عمرو اديب واحمد موسى ونشأت اللي بقه جايب من الصعيد لاسيوط، ان دي بلد تنهض؟ ده شيء مستحيل. انا عايز اسال سؤال بس للسيسي والناس اللي وراه، تمام؟ انت السيسي وعدنا وعد ونفذه، خطاباته كلها مجرد انا تلاجتي ما فيهاش غير ميه، انا اللي يقرب لها اذبحه، انا اقرب اي دوله عربيه يمسها مكروه انا اول واحد. ده ما عندك غزه. انت فين من غزه؟ هو بيتضامن مع الصومال بس. نعم، انت فين من غزه؟ عمرك شفت رئيس جمهوريه؟ رئيس جمهوريه ده المفروض يكون شخصيه قويه، المفروض يكون كاريزما، يجي قدام رئيس زي اثيوبيا يقول له قول والله انك ما تمس ميه مصر. مين عمل كده؟ مين؟ احنا عشنا فساد قبل كده على مدار سنين ابهاتنا واجدادنا، بس كل ده في كفه، والفساد اللي حصل في ايام السيسي في كفه تانية خالص، الضعف عشرات المرات. الضعف عشرات المرات يا فندم. كل اسف. النهارده يا فندم عشان حضرتك لو واحد مريض بيروح المستشفى وهو في الشارع لسه ما دخلش باب المستشفى هتدفع كام؟ النهارده بيتاجروا بالاعضاء في اي دوله بيعملوا كده. النهارده راتب العامل العادي يعني يعمل له ايه النهارده؟ ما يفطروش هو واسرته. اقسم بالله العلي العظيم انا اعرف ناس بتموت موت من الجوع. احنا بنقوله غزه بيموتوا بشرف، احنا بنموت من الجوع، غزه بيموتوا بحرب. النهارده السيسي بيقارننا والاعلام الفاسد بيقارنونا ببلد فيها حرب، بيقارنونا بغزه وفلسطين. فلسطين دي فيها حرب يا بني ادمين، احنا ما احناش في حرب في مصر، احنا بلد فيها موارد تاكل بلاد ثانيه، بس للاسف حاميها حراميها. كل الاسف. بشكرك يا استاذ محمد، شاكر وجودك معايا واهلا وسهلا بيك دايما. خلينا ندي فرصه للاخرين لان عندنا كمان موضوعات عايزين نكلم حضراتكم فيها. معانا مسلمه من مصر. ايوه السلام عليكم، ازي حضرتك؟ عليكم السلام ورحمه الله. مسلمه، هو ايه الفرق بين الحكومه والسيسي؟ ليه الاعلام بيقول دايما ان الحكومه والوزير هو اللي فاشل والسيسي صاحب الرؤيه هو اللي بيعمل كل حاجه عشان مصلحه البلد؟ والله حضرتك الناس شايفه بعينيها كل حاجه وعارفين فين الصح وفين الغلط. انا دلوقتي عايز اسال الناس ساكته ليه؟ يعني مستنيين ايه يحصل فينا تاني عشان نتحرك؟ سؤال يجاوب عليه الناس. لا انا بسمعك، انا معاكي. يعني احنا المفروض نتحرك، اللي بيحصل فينا ده بسبب سكوتنا. لازم نتحرك، لازم واقفه. شكرا ليكي مصالح. أيوة، بشكرك جدا. اذا الناس لازم تتحرك، لازم ترفض اللي بيحصل ده. طيب معانا اتصال كمان. معايا اتصال. استاذه حنان من مصر. اهلا، ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا يا استاذه حنان، ازيك؟ ان شاء الله تكوني بخير. يا انا بخير، بس البلد يعني حاسس الواحد هينفجر، مع ان انا من الناس اللي يعني قادرين يكملوا، ولكن مين المسؤول عن اللي في البلد؟ السيسي ولا حكومته؟ حضرتك لو شلت كلمه لا دي من السؤال هيبقى وحكومته. السيسي هو حكومته،
ولو ما فيش واحد شريف ونظيف وسط الحكومة دي يبقى كلهم حرامية، ويبقى لو مش حرامية يبقوا مش رجال، ولو مش رجال يبقوا جبنة، وبالتالي هم جبنة ولصوص ومخربين. التطبيق ايه اللي احنا عاملينه مع بلد بتقول انا ماليش دعوه بالقانون الدولي؟ التطبيق ده بتاع مين؟ لمين؟ مين اللي عامله؟ مين اللي عامله؟ اذا كانت مطبعين عشان ايه؟ عشان طب ما لهاش دعوه بالقانون الدولي، ما نخش ناكلها بقى، ما لهاش دعوه، واحد ملوش دعوه بالقانون الدولي. ايه ده؟ فين الناس اللي في الحكومه؟ حكومه ايه؟ هي دي حكومه بشويه حراميه على بلطجيه؟ مش دي مش حكومه، الحكومه يبقى فيها ناس فاهمه، ناس دارسه. وبعدين يا سيتي ولا حكومته اهو بيقول انا اللي اقول، انا مش عارفه في الناس ولا عباد ولا ايه. ده يا عمي ده عميل وعميل وعميل، ويعني هديه لاسرائيل من السماء مش اكتر ولا اكتر ولا اكتر. ربنا يعين مصر يا استاذ حنان، البلد بتعاني والناس بتعاني، واحنا عندنا واحد اهم حاجه عنده يبني ويحس بان هو يعني فرعون. هو مش بيبني، هو مش بيبني، هو بيسرق، هو بيسرق وبيبيع. احنا شو؟ طب لا ماشي، بعنا عشان احنا مديونين، احنا اوكي انا مديونه واضطر ابيع حاجه من عندي في البيت ماشي، لكن ابيع بيبان علينا خير، لكن لا بان حاجه ولا بان مصنع ولا بان مدرسه عيدنا. اه البيع على إيه؟ على 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 مزاجه هو، مش علشان مصلحه الناس. بشكرك يا فندم، في فرصة أخرى. الأستاذ أحمد اللي معانا من مصر، أهلا بيك أستاذ أحمد. معايا؟ طيب مش معانا. أم حسين معانا، ست أم حسين من مصر. أم حسين معايا من مصر؟ مش معانا أم حسين؟ لا معاكم أم حسين. سامعيني كأم حسين، اتفضلي، أهلا بيكي. ازيك عامل ايه؟ الله يخليك يا رب، تسلمي. هما ليه بيقولوا ان دايما الوزاره اللي فاشله والوزير اللي فاشل ومحدش بيجي جنب السيسي؟ كلهم فشله. كلهم السيسي والوزاره وكلهم، هما قاعدين ياكلوا ويشربوا مش حاسين بالناس. طيب تحبي توجه لهم رساله كده تقول لهم ايه؟ قال لهم حرام عليكم، خلي بالكم الشعب، الناس هتبيع ولادها، والله الناس هتبيع ولادها مش لاقيه تاكل، الشحاته كترت، الناس بقت تشحت، بقت تمد ايديها للناس. عندك الكيلو الرز بقى كام، وكيلو السكر، انا رحت اجيب كيلو السكر قال لي ب55 جنيه. الله اكبر. مش عارفه الكيلو الزيت ب120 جنيه. والامن والامان، اهم حاجه الامن والامان، بيقول لك السيسي. يعني الامن والامان ونموت من الجوع؟ نمشي نعمل ايه؟ انا عندي 4 عيال، اعمل ايه؟ اخدهم مشحت، اقعد عند باب السيده واشحت؟ لا حول ولا قوه. ربنا يعين الناس. يا محسن بشكرك جدا. محسن محتاجه حد يجاوب عليها، والناس كل الناس في مصر محتاجين حد يجاوب عليهم. الناس اللي واقفه على طوابير السكر وبتقول يا رب كيس واحد بس عشان نمشي بيه حالنا، وهم في الطوابير عرفوا ان التوم غلي، التوم هو كمان اسعاره ضربت عليوي، زاد مره واحده 7 اضعاف، 7 اضعاف كده مره واحده ومن غير اي تنبيه. وادي الخبر قدام حضرتك، كل حاجه في البلد بتزيد. ادي الخبر اهو قدامك، تراجع كبير لاسعار التوم في هذا الموعد ده بعد ما زاد ايه الكيلو 7 اضعاف. طبعا احمد موسى دلوقتي بيجهز سكريبت الحلقه عشان يطلع بالليل يقول لحضرتك هو انت يعني بتاكل كام كيلو توم في الطاقه. اما بقى السيد حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب الفلاحين الامنجي، فبيقول لحضراتكم اللي هتشوفوه قدامكم على الشاشه ده اهو، بيقول لك ايه يا سيدي؟ موعد انخفاض سعر التوم في مصر بعد ما وصل 80 جنيه، بعد ما كان ب 10 جنيه، قال لك ان شاء الله هينخفض بحلول شهر رمضان. واحد طالع يقول لك ان في حاجه في مصر بتنخفض بيقل سعرها في شهر رمضان. بشاير التوم الجديده يا نصاب هتروح لاوروبا. ليه هتروح لاوروبا؟ عشان العمله الصعبه. لو مش مصدق اقول لك بوضوح ان مصر دلوقتي بتجمع محصول التوم عشان التصدير. وتعالى نشوف كله في البيانات اللي قدام حضرتك، ما بنجيبش حاجه من عندنا زي ما انت شايف كده. التوم المصري حرام على المصريين. ليه يا سيدي الفاضل؟ الاتحاد الاوروبي بيوصلوا التوم المصري، اول تمن مصر صدرت حوالي 9000 طن من التوم
الى اسواق الاتحاد الاوروبي في اول 8 اشهر من 2023. الكميه دي تجاوزت اجمالي الصادرات العام اللي فات باكثر من 100 طن، والثوم المصري لا يدخل الى كافه الاسواق الاوروبيه بشكل مباشر، بل يتم ادخاله عبر من خلال البلدان التي تعيد التصدير. هذا الاسلوب يحرم المصدرين المصريين من جزء كبير من ايراداتهم. تصل الصادرات ذروتها في مارس وابريل من كل عام، ينظر الى مصر على انها لاعب موسمي في سوق الثوم. طيب لسه مش مصدق اللي احنا بنقوله؟ طيب بلاش كلامنا، بلاش اي كلام احنا بنقوله عن الثوم اللي بيتصدر دلوقتي علشان يجيب عمله صعبه. تعال القوات المسلحه يرجع الى عدم كفايه اوراق الملكيه الخاصه بالشركه، والى عدم توافر وثائق تثبت انتظامها في سداد الضرائب، وعدم اعاده هيكلتها بالشكل الملائم الذي يجعلها جاهزه للبيع. حتى الفشل مش عارفين يفشلوه، زي ما قلت لك مش عارفين يفشلوه. رفضت ادنك تشتري وطنيه، ونفس الشركه دي اترفضت من شركه سعوديه تقريبا، رفضت تشتريها من فتره بتاع 6 شهور لنفس ذات السبب. مفيش ورق، مدفعوش ضرائب، انت متخيل؟ مفيش سبب. اقسم بالله احنا عايشين في حلقه لا نهايه لها من الرداءة. ده نفس السبب اللي اتقال لما السعوديه رفضت تشتري نفس الشركه من 6 شهور، بيقول لك كده مين؟ زياد بسيوني. بعض الصحف والمواقع الالكترونيه مش مصدقه الموضوع، لدرجه ان عناوينها بقت بتقول ايه اللي سبب، ايه الفكره؟ يعني ايه عدم كفايه الاوراق؟ فبداوا يكتبوا بقى منشطات من باب لسبب صادم شركة أدنك الإماراتية أتوقف شراء بنزينات وطنية المصرية. زي الخبر اللي قدام حضرتك ده كده، سبب صادم. حتى السياسيين والكتاب الصحفيين أكدوا إن خبر زي ده ملوش تفسير يا بيه غير إننا فعلا عايشين في شبه دولة. زي اللي كتبه جمال سلطان، كتب الصحفي أستاذ جمال سلطان، كتب قال لك إيه؟ قال لك الإمارات تراجعت عن شراء شركة وطنية لمحطات الوقود في مصر المملوكة للجيش بعد اكتشافها إن الشركة لا تملك أوراق ملكية ولا سجلات ضرائب ولا تأمينات. ومصدر حكومي مصري قال إنهم بيبحثوا حاليا عن ترتيب تلك الأوراق لتسهيل بيعها. ليه؟ عشان ببساطة يا جماعة إحنا في شبه دولة. إحنا في إيه؟ في شبه دولة. يوم يطلع عمرو أديب بالليل يقول أنا نفسي أعرف هي الأصول ما بتتباعش ليه؟ ليه؟ عشان اللي بيدير شوية فشل، وهيفضلوا فشل يا عمرو. وانت عارف، شوف معايا الفيديو بتاع بيع اللي احنا قاعدين بنتبجدد. لا 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 أرجوك، دي كرامة مصر، ده التراب الوطني، ده مش عارف. طب أديها قاعدة ليه ما بتتباعش؟ الإجابة مش معروفة. في شيء بيع أي حاجة ما بتتباعش. هو الاماراتي كسر عينه وقال له هتبيع، فقال له ماشي اتفضل يا باشا. فخد الاماراتي قال له ده انت ما بتدفعش ضرايب، مفيش ورق، مفيش حاجه. قال له والله كنت عايز ابيع لك بس على عيني، اهو نعمل ايه؟ هو مش قادر يقول الاماراتي لا، مش عارفين يبيعوا، لانهم يوم ما قرروا يفشلوا بقوا فاشلين في الفشل نفسه. الاماراتي بيقول مش هشتري لاننا مش متاكدين انتوا بتدفعوا ضرايب ولا لا. انت بتتكلم على حوالي 121 بنزينه في مصر شغاله، دي عدد محطات البنزينات بتاعت وطنيه، دي اللي كانت هتشتريها ادنك، معهاش ورق، ورقها مش جاهز. شركه بالحجم ده ما عندهاش ورق تتباع. ليه؟ كانوا بياخدوا الفلوس التحصيل في الشوله ويودوها للجماعه العساكر الطيبين اللطاف الحلوين اللي ماسكين البلد. خلي بال حضرتك، خبر فيه حاجه مرعبه جدا، فضيحه في نفس الوقت، هي ان شركه وطنيه ما بتدفعش ضرائب. طيب يبقى شركات الجيش ما بتدفعش ضرائب؟ السؤال، وهي ما بتدفعش ضرائب ليه؟ الإجابة علشان تابعة للجيش يا بيه. تسألني وتقولي طب هو الجيش ما بيدفعش ضرائب ليه؟ عشان هو الجيش. أيوة يا حبيبي، الجيش ما بيدفعش ضرائب عشان دول اللواءات اللي ماسكين البلد وحامينها. طبعا دول ناس في حتة تانية، دول دولة داخل الدولة، ما لهمش علاقة بقى بالكلام اللي انت عايشه والأفلام بتاعت الرصاصة لا تسال في جيبي، وانه بيحمي الحدود لا،
سياده الباشا هو كده ما ينفعش ضرايب، ومن بجاحته بيزود عليك اسعار كل حاجه وهو ما بيدفعش ضرايب من يعني اذا كان عاجبك. طيب نفهم كده ايه بكل صراحه، يعني الاقتصاد المسلح بتاع الجيش هو سبب خراب الاقتصاد المصري، وده مش كلامي، ده كلام صندوق النقد الدولي اللي السيسي ماسك فيه وبيحبه، تقدر تقرا معايا وتتابع اهو. الاقتصاد المصري، هل يستطيع صندوق النقد الدولي إلزام مصر بتقليص دور الجيش في العديد من القطاعات؟ ده كان سؤال في الفاينانشال تايمز، وهم يا جماعة قال لك من الآخر الجيش هو اللي مخرب اقتصاد البلد. جيش ما بيدفعش ضرائب، وكان مخطط لقصة انه يسيطر على حاجات في البلد، حاجات مهمة يعني من زمان، كان بيخطط انه يمسك اهم بيزنس في البلد. يعني الجيش مثلا ماسك البيزنس بتاع الدواء والقمح والدواجن ومية الشرب ومحطات الوقود، ده بدأ فيه من زمان، بيسيطر على الامور دي واحدة واحدة من زمان، لدرجة مثلا تعال نرجع كده للارشيف، عندنا خبر من 2012 على ما اظن، شوف مع بعض كده 2012، الجيش المصري ينشئ 100 محطة تموين وقود، وزارة البترول تمنح شركة وطنية المملوكة لوزارة الدفاع حق إنشاء 100 محطة بيع البنزين والسولار في جميع محافظات الجمهورية، ده 12/12/2012، يا سلام على التاريخ المميز. بنوها بقى هم في 12/12/2012 وعايزين يبيعوها في 2024، بس لما جم يدوروا بقى لها 12 سنة شغالة من غير ورق، من غير ورق، بيجيبوا كده الوارد الإيرادات يحطها في شوال ويخش إيه، تمام يا فندم إيراد النهاردة، خد الشوال ده. في مواطن بقى شاف كل ده وما استحملش والله، قال لازم يقول كلمتين في نفسه للمجلس العسكري، حابب يهديهم كلمتين كده، ما قدرش يستحمل، فقال لهم اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي. شوفوا يا شعب مصر، عشان ما نقعدش نلف وندور حوالين بعض ونشتم ونعمل اللي احنا شايفينه على التيك توك والمواقع دي كلها، ماليش لازمة. كلمتين اتنين ابرك من كتاب. البلد اللي هي الحمد لله لسه اسمها مصر، الحمد لله لسه اسمها مصر زي ما هي، مش هينصلح حلها ولا هينعيد حلها لما المجلس العسكري يسيبها. اسمعوا مني، الناس دي تجري تشوف لها شويه عساكر جلابه يعملوا عليهم رجاله في الصحراء، انت واخد بالك؟ لان هم لا عالمهم ولا تفكيرهم يعرفوا يديروا بلد. بس الموضوع سهل خالص يا ابني، انت وهو لو سمحت البلد دي لحد ما نموت مش هيمسكها الا مدني. اقعد بقى بجنب كده وشوف لك شغلانه بعيد عني، ابوس ايدك، لان انت بقى لك 71 ولا 75 سنه عمال تحكم وخلاص بقى، انت مش جمهوريه، فين الجمهوريه بقى؟ انت عملتوها مملكه ثانيه لحساب. روح بقى زي ما بقول لك كده، خد شويه العساكر بتوعك واقعد كده في الجبل وروق وهيص واعمل اللي انت بتعمله، المعسكرات والحاجات دي شغلك انت، انت اضرب بيه انت، انا ما عليك ماشي. لكن يا ابني عشان نفضل نلف وندور وشوفوا لنا حل وشوفوا لنا ما فيش حلول، هو يقعد ساكت خليه في حاله بس، والبلد يمسكها مدني علامه، بيقول ان ده راجل يمسك دوله. المجلس العسكري كله يعني الجيش ما يحكمش، الشعب شايف كده، انتوا خربتوها يا جماعه. بالمناسبه شركه وطنيه شركه مهمه فعلا، وممكن المصريين هم اللي يستثمروا فيها، اللي معاه دولار يجي يشتري اسهم وتبيع وهتبقى زيتها في دقيقه وهتبقى زي الفل. ده مش كلامي بقى، ده اقتراح من احد المواطنين المصريين اللي كاتب على حسابه على منصه اكس، بيقول لك موضوع بيع وطنيه لشركات غير مصريه اهدار للموارد وضياع فرص استثمار لملايين من المصريين اللي يقدروا يشتروها بالدولار كمان. اعملوا ورق ملكيه لكل محطه وعينوا حلمي خزام مثمن قانوني يقدر يتمنها بالدولار الحقيقي، واعملوا مزاد بين المصريين واشترطوا الدفع بالدولار وبيعوا كل محطة لوحدها، كده هننقل الثروة إلى جيوب المصريين مش الأجانب، والأرباح تفضل بمصر، والموضوع مش محتاج تكنولوجيا ولا اختراع، ولو عاوزين مستوى راقي من الخدمة حطوا مواصفات للمحطات وهيئة الجودة تفتش عليها، انقل ملكيات كل الشركات لمصريين وبلاش قرف وكذا، وإن شاء الله هنسترد كل ده عاجلا أم آجلا، وهنديهم فلوسهم، إحنا مش هناكل حرام. ايه رايك تبقى كل حاجه بتتخصخص وتتباع وتاخد فلوس يا سيسي بس تبيع للمصريين، ولا هو الشيخ البعيد ندره مش عارف ايه؟ بيع للمصريين، اقتراح محترم جدا، واتمنى اسمع عليه تقييم من حد اقتصادي. بس ازاي السيسي لازم يبيعها للامارات؟ ليه؟ عشان كسرين عينه. مش هو قال لك، هو قال له من زمان اول ما جاء وعملوا الانقلاب أبغي هذه وأبغي هذه وأبغي هذيك وهؤلاء وتلك، وعايز كل حاجة في البلد. السيسي ما يقدرش يرفض له طلب، بس للأسف السيسي طلع مش مظبط الورق، علشان السيسي بيتهرب من الضرائب وفاشل،
ومش بيتشطر غير على الغلابة بس، اللي زي عم ربيع. فاكرين عم ربيع؟ عم ربيع تشطروا عليه الرجل الشهم المجدع المصري الأصيل اللي كان بيشارك بحبه لأهل غزة ببساطة كده يعني، وبيعبر عنه بمشهد عفوي. المهم نظام عبد الفتاح السيسي يسيب عمك ربيع في حاله؟ لا، دور له على تهمة كده في المستخبي أهو، أي حاجة تعكنن على الناس وتقول لهم ما تبقوش جدعان قوي يعني. شوف معايا كده. وكانوا زعلانين قوي من عم ربيع بتاع البرتقان عشان بيسترزق على فرشة من غير سجل ضريبي ووضعه مش مقنن، ييجوا يشوفوا الهنا ده. يعني عمك ربيع بيبيع من غير ايه؟ بيبيع من غير ما يكون عنده فرشة ولا حاجة ولا سجل ولا بتاع ده، سجل ضريبي ولا بتاع. فتعال بقى حاسب عمك ربيع، بس ما تحاسبش السيسي على شركة كبيرة زي وطنية اللي محدش عارف عنها حاجة ولا بتدفع ضرائب ولا حاجة. بالمناسبة عبد الفتاح السيسي مطلوب للمحاكمة. والله زي ما بقولك كده، عبد الفتاح السيسي مطلوب للمحاكمة، مطلوب للمسؤول أمام القضاء. الديلي ميل بتقولك بدء محاكمة جديدة لقتلة الباحث الإيطالي ريجيني. وكالة الأنباء الإيطالية بتؤكد أن عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينيزي والرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي مطلوبين للشهادة قدام محكمة الجنايات الأولى في روما بشأن قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. جوليو ريجيني من قبره بيطالد عبد الفتاح السيسي والعساكر الخايبين القتلة السفاحين اللي قتلوه. النهاردة راس نظام الانقلاب، راس نظام السلطة العسكرية المتجبرة في مصر مطلوبة للمحاكمة. هتقولي حيروح مش حيروح؟ كل الاحتمالات بتاعت ان هو يروح دي مش موجودة يعني. تعرف على الاحتمالات، هو مش حيروح، بس عندك محكمة في إيطاليا بتطلب مصول عبد الفتاح السيسي قدام القضاء هناك في محكمة روما الأولى بتهمة القتل، لأنه شارك في القتل بشكل ما. اهلا بيكم، اهلا بيكم في دولة العساكر اللي على راسها زعيم منصر، شيخ منصر وسفاح مطلوب في محاكمة بتهمة القتل. اخبار غزة النهاردة مش هنلحق نشوفها كلها، هنشوف مع بعض جديد الحرب جديد المعارك وفقا للرواية الفلسطينية والرواية الاخرى من جيش الاحتلال الاسرائيلي، ونرجع نختم حلقتنا بعد ما نشوف الفيديو ده. جديد الحرب في غزة. أولاً، كما أعلنتها المقاومة الفلسطينية، أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين محكم في خان يونس جنوب قطاع غزة أمس الاثنين بعد استهداف منزل كانوا يتحصنون فيه بقذيفة RPG، مما أدى إلى احتراق المنزل واحتجازهم داخله. خاض مقاتلي المقاومة الفلسطينية اشتباكات ضارية مع الجيش الإسرائيلي شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة. ثانياً، كما أعلنها الجيش الإسرائيلي، طائرات مقاتلة أغارت قبل قليل على أماكن واسعة من حي الزيتون بمدينة غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة فلسطينيين. نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات جوية على بلدة حولة ومحيط بليدة جنوبي. أهلاً بالمستثمرين، خدوا أرض المصريين واعملوا اللي أنتوا عايزينه. ولما وصلت لبيتك والفيلا بتاعت والدك بقى ما يصحش ناخد وننزع ملكية بيوت المصريين ونهدها علشان المستثمرين والبلد ما تحتملش الغضب. عشان تعرفوا ده مثال للنفاق، بيتكلموا عن مصلحة البلد لما تكون مش متعارضة معاهم، إنما أول ما تقرب منهم يفتكروا القانون. ربنا يعين الناس، ربنا يعين مصر يا جماعة. أشوفكم بكرة على خير، حلقتنا انتهت. شكرا ليكم، ربنا يكون في عون بلدنا وفي عون أهلها. السلام عليكم. أمان الله.